بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي، اليوم استوديو تحليلي مهم جدا لمباراة هامة جدا وتحدي جديد للنادي الأهلي. نادي الأهلي بيلاعب المريخ السوداني في السودان في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. طبعا النهاردة كله هيكون كلامنا عن المباراة، لأن المباراة دي حديث تقريبا الشارع الكروي كله، الكروي المصري. المباراة النهاردة تقريبا زي مباراة فيتا كلوب اللي فاتت. مباراة النهاردة نادي الأهلي ممكن يحسم الصعود بصورة نهائية. كل الأهلوية عندهم الأمل وعندهم الثقة بالله والثقة في الجهاز الفني ولعيبة النادي الأهلي في مباراة النهاردة، إن هم إن شاء الله يحققوا المكسب وينهوا الموضوع ده. لأن لما نكسب النهاردة إن شاء الله بإذن الله هيجي لنا سيمبا بعد كده، لو كسبناه نتصدر المجموعة إن شاء الله، وده وضع النادي الأهلي الطبيعي. لكن قبل ما أتكلم عن المباراة نفسها وأحداثها والحاجات الفنية اللي فيها، اللي عايز أتكلم فيه دلوقتي واللي لفت انتباهي لعظمة النادي الأهلي، وده مش جديد، على إخواننا وأشقائنا في السودان، من حفاوة الاستقبال من الأشقاء في السودان كعادتهم دائما، يعني على مدار السنوات كلها اللي فاتت لما بيروح النادي الأهلي في السودان كأنه في بلده. ده مش جديد، يعني دي مش حاجة جديدة، بالعكس في كل زيارات النادي الأهلي سواء أيامنا احنا أو اللي قبلينا أو اللي بعدينا كلها زي الدول الأفريقية، ولكن السودان كمان الحفاوة أكبر. بتلاقي دايما الأهلي ليه حفاوة واستقبال خاصين، لأن علاقة الأهلي بكل الأندية داخل مصر وخارجها على أفضل ما يكون، فما بالك بقى بالسودان وشعب السودان الشقيق. شفنا كلنا طبعا مسؤول نادي المريخ السوداني وكلامهم عن النادي الأهلي واستقبالهم لبعثة النادي الأهلي، وده بيدل على الحب وقوة العلاقة بين الناديين، خاصة إن زي ما احنا بنقول دايما الشعب المصري والشعب السوداني مش بقى بتربطهم علاقة تاريخية، لا، الشعب المصري والشعب السوداني تقريبا شعب واحد، والعلاقة بينهم تاريخية ووطيدة جدا وهتفضل كده، واحنا دايما بنفتخر بالتواجد وسط أشقائنا السودانيين، لأننا بنحس فعلا إن احنا في بلدنا التاني. كل تركيزنا في المقدمة النهاردة هيكون إن شاء الله إن الفوز هو اللي يكون حليف النادي الأهلي النهاردة، زي ما عملها في فيتا مع فيتا كلاب في الكونغو. إن شاء الله مكسب النهاردة هيكون مفتاح الصعود رسميا لدور الثمانية، وكمان هيبقى خطوة وعديت خطوة كبيرة جدا في طريق النادي الأهلي لتصدر المجموعة الأولى زي ما قلنا، لأن هيجي لك سيمبا في نهائي المباريات، والأهلي دايما بيلعب على الصدارة. خلي بالكم، أنا عايز أقول حاجة علشان كمان أنت هتقول لي دايما الأهلي بيلعب على الصدارة، وطب لو ما الأهلي ما تصدرش المجموعة مفيش مشكلة برضه. ليه بقى مفيش مشكلة؟ لو تفتكروا السنة اللي فاتت حضراتكم كان النادي الأهلي محتاج نقطة من الهلال السوداني علشان يتأهل، ويتأهلنا كتاني مجموعة. خلي بالك يعني لما بتبقى أول وتاني في المجموعات في دور الثمانية تقريبا قوة الفرق تقريبا يعني متقاربة، مفيش فرق بين التاني المجموعة وأول أي مجموعة تانية، لا. وبعدين طالما أنت وصلت لدور الثمانية أنت عندك الحافز وعندك الدافع أن أنت تكسب البطولة، فمفيش مشكلة تلعب مين، تلعب بقى أول مجموعة. ده أنا بقول لا قدر الله لو الأهلي طلع تاني مجموعته، فأنت مفيش مشكلة حتى لا قدر الله لو طلعت تاني. احنا طلعنا تاني السنة اللي فاتت واتأهلنا، وكمل بالكم كمان اتأهلنا في آخر مباراة، كنا محتاجين نقطة من الهلال السوداني كانت في السودان وخدناها واتأهلنا تاني وخدنا البطولة. النادي الأهلي دايما بيلعب على الصدارة وعلى المكسب، ده شعار النادي الأهلي طول عمره، ولكن طالما بقيت من الثمانية الكبار أنت عادي جدا بتلعب على البطولة، الفرق كلها سواسية قدامك، أنت هتكسب أي حد سواء أول أو تاني إن شاء الله، زي عادة النادي الأهلي في كل مبارياتهم وكل بطولاتهم. والمركز عارفين احنا طبعا ان احنا المركز الثاني زي المركز الاخير بالنسبه لنا، ده في البطولات، انما في دوري زي دور المجموعات دوت الاول والثاني بيتاهلوا، فما فيش مشكله حتى لو لا قدر الله وصلنا وخدنا المركز الثاني. ما حدش بقى
يجي يقول لي اصل الاهلي محتاج يكسب عشان الصداره، عشان يتجنب مواجهه فريق مش عارف كذا او فريق كذا. لا، ده مش في النادي الاهلي. يعني بقول لك احنا تعودنا دايما على المركز الاول، فانت عينك على المركز الاول بتاع البطوله مش بتاع مجموعة، حتى لو بتاع مجموعه، ولكن نفترض ان الظروف طلعتك تاني، مفيش مشكله، لان انت بتلعب على بطوله. انا عيني في الاخر على ايه؟ على كاس البطوله. وبعدين علشان تاخد بطوله انت اكيد هتقابل فريق صعب، هتقابل فرق صعبه اكيد. ففي الحاله ديت، في الحاله دي مفيش مشكله خالص، المهم احنا عينينا على البطوله. انت تتخطى الفريق اللي قدامك، دي الاول، دي اول خطوه النهارده ان احنا نكسب ان شاء الله باذن الله. مجرد ما تخطيناه باذن الله ان شاء الله نبص للمباراه اللي بعد كده ونبص بقى على الصداره. ولكن انا بقول لحضراتكم حتى لو لا قدر الله خدنا المركز الثاني مفيش مشكله ابدا، لان احنا بنلعب في النهايه على كاس البطوله، ودي بطوله مش عايز اقول طبعا الرقم القياسي باسم النادي الاهلي في افريقيا، لكن النادي الاهلي في البطولات اللي خدها كلها تحس ان في حاجات فيها مرت الطريق كان صعب، ما كانش ممهد. والنادي الاهلي البطل بيحب الصعب وبيعمل اللي عليه وزياده، وبنتمنى بس من ربنا التوفيق. ماتش النهارده تحدي جديد زي ما قلنا، وتحدي جديد للفرقتين. هتقول لي ليه انت عمال تتكلم عن الاهلي تتكلم عن الاهلي؟ بس انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، ان فريق المريخ برغم من ان هو عنده نقطه واحده ولكن عنده امل بكل الحسابات، بكل الحسابات على بالورقه والقلم، ما زال الامل موجود لفريق المريخ السوداني، بس الامل مش ايده هو لوحده، الامل مرتبط بنتائج الاخرين. ولكن ما زال رغم ان هو عنده نقطه واحده انما ما زال عنده امل. اما النادي الاهلي ممكن يقضي على الامل ده النهارده. فعشان كده ان مباراه المريخ النهارده صعبه جدا، لان المريخ ما عندوش حاجه يبكي عليها. وزي ما شفناه ماتش سيمبا لعب، كان لعب ماتش يعني قوي بالنسبه لفرقه المريخ في الفتره ديت، وهو كان جالهم مدير فني انجليزي جديد، فالعمليه بتبقى ايه فيها شده شويه. حسيت ان هم اتنظموا شويه دفاعيا، ابتدوا يتنظموا شويه في وسط الملعب، ابتدوا يعتمدوا شويه على هجوم منظم وتعادلوا مع سيمبا. ولكن مباراه سيمبا ادتهم امل. هقول لكم كمان، اقول لحضراتكم كمان ايه اللي ممكن يديهم امل النهارده كمان. فرقه المريخ فيها مجموعه من لاعبي منتخب السودان. منتخب السودان بقى له 10 سنين ما تاهلش لبطوله الامم الافريقيه، نهائيات الامم الافريقيه. الاسبوع اللي فات زي ما شفتوا حضراتكم منتخب السودان كسب منتخب جنوب افريقيا 2-0 وطلعوا بره البطوله. وكان في اكتر من 3 4 لعيبه من المريخ السوداني. اللي جاب الجول الاولاني من المريخ السوداني سيف تيري. فهتلاقي النهارده في معنويات عاليه جدا للعيبه في البدايه. طبعا الجهاز الفني اكيد اتكلم مع اللعيبه في النقطه دي، واكيد اللعيبه عارفه ومراعيه النقطه دي قوي، ان البدايه مهمه جدا النهارده. وخلي بالكم انا بدايه الماتشات دي هي اللي بعرف عن طريقها الماتش ممكن يروح فين او يبقى السيناريو بتاعه ازاي. فالبدايه مهمه جدا النهارده، هتلاقي لعيبه المريخ معنوياتهم عاليه جدا، معنوياتهم مرتفعه باللعيبه الدوليين اللي تاهلوا مع السودان وبنبارك لهم لنهائيات الامم الافريقيه. زائد كمان ان نقطه سيمبا ادت امل عفوا ولو شبه مستحيل لفرقه المريخ، ولكن هم هيلعبوا على الامل ده، لحتى لو 1% هيلعبوا على الامل، على الامل ده. هي بالحسابات ما زال الامل عندهم، ولكن امل شبه مستحيل. واقعيا في صعوبه شويه بيننا وبينهم الملعب، اشقاء بيلعبوا بعض، ولكن كل واحد عينه على المكسب، وده حق مشروع. ولعيبه النادي الاهلي ورجالته دايما جاهزين للقاءات اللي زي دي، عايزين يفرحوا الجمهور اللي زي ما قلنا الجمهور ده اللعيب رقم واحد، اللي احنا من غيره ما بنعملش حاجه. الجماهير دي هي سر روح ومكسب لعيبه النادي الاهلي. الجماهير حاطه ثقه كبيره جدا، وعارفين يعني ان لعيبه النادي الاهلي مش ممكن يخذلوهم في كل المواقف الصعبه، ما بيخذلوش جماهيرهم. واحنا دايما سر قوتنا
بتواجد الجماهير حوالينا. لعيبه النادي الاهلي المتواجدين في السودان زي غيرهم زي على مدار العصور اللي فاتت على قدر المسؤوليه. والمعروف طبعا عن لعيبه النادي الاهلي كلهم ان شاء الله ان هم اول ما بينزل الملعب ما بيأثرش ابدا. بيحط بس حاجه واحده بس قدام عينيه، المكسب واسعاد الجماهير والنادي الاهلي. بس ان شاء الله يكون المكسب من نصيبنا باذن الله. باذن الله. اللي احنا كمان خلي بالكم شفناه في تصريح مستر معانا اللعيبه اهو طبعا، وعايز اقول لكم حاجه بالمنظر دوت انا لما ببص في عيون اللعيبه بحس التركيز. يعني احنا في بعض المباريات اللي هي بتبقى صعبه قوي تحس ان اللعيبه مركزه تركيز عالي جدا، والتركيز عالي تركيز عالي جدا ما يكونش زياده عن اللزوم علشان ما يقلبش للضد، ولكن تحس ان في جديه، في اصرار ان شاء الله باذن الله، في عزيمه وروح عاليه ان النادي الاهلي النهارده يحقق المكسب. الجديه دي خلي بالكم انا ما شفتهاش قبل كده غير في النادي الاهلي. الجديه والاصرار والتركيز والتحدي لو رحت انديه تانية هتلاقي ايه في بعض المواقف حتى المواقف الصعبه تلاقي ناس بتضحك، ناس بتهزر، ناس واخده الامور مش بجد قوي. لا في النادي الاهلي لا، حتى المسؤولين خلي بالكم يعني حتى المسؤولين تلاقي الجديه على وشوشهم، حتى اللي مش هيلعبوا، حتى اللي في الجهاز، حتى اللي في الجهاز الاداري الجهاز تلاقي لا في جديه. انت عندك موقف والله سواء صعب او سهل احنا تعودنا على كده في النادي الاهلي، صرامه، جديه، تركيز، بندي كل فرقه حقها، بندي كل مباراه حقها علشان في الاخر نحقق المكسب اللي احنا عايزينه ونحقق اللي الناس عايزاه. يعني ادي لقطات حصريه على الهواء لقناه النادي الاهلي، وزي ما عودناكم هنا في قناه النادي الاهلي بندخلكم دايما في اجواء الحدث. وكابتن سيد اهو وبعض المسؤولين كابتن سمير عدلي، ولكن اللي انا عايز اقوله انها مسؤوليه مشتركه، مش مسؤوليه لعيبه بس، لا مسؤوليه الاجهزه كلها، الجهاز الفني، الجهاز الاداري، الجهاز الطبي، وكمان اللعيبه. واحنا عندنا ثقه كامله في الجميع ان هم النهارده ان شاء الله يحققوا الفوز. وزي ما احنا سمعنا في المؤتمر الصحفي لمستر موسيماني هو تقريبا قال نفس الكلام اللي هو قاله في فيتا كلاب. هو اتكلم كويس على لعيبه النادي الاهلي وقال ان هم عليهم ان هم يقاتلوا في الملعب علشان يكسبوا ويحسموا الصعود. ومجرد ما تكسب زي ما قلنا يبقى انت عينك بعد ما تعدي ماتش النهارده ان شاء الله عينك على الماتش اللي جاي بعد كده للصداره. لان ده هو النادي الاهلي. وزي ما شايفين اهم برضو اللعيبه طالعه من الفندق ورايحين على شايفين الشناوي، شايفين سعد سمير، وشايفين الجديه على وجوه الجميع. يعني انا حتى بس عايز اطلع واحد مثلا يكون بيهزر بيضحك، لا مش عندنا دي. المهم ان شاء الله يكون ده المشوار للملعب هو مشوار الصعود بصفه نهائيه. نرجع تاني للكلام اللي هو قاله مستر موسيماني، وهو راجل كان واقعي جدا. يعني مستر موسيماني ما بيتكلمش في الاحلام. يعني الماتش اللي فات لما احنا قبل المباراه بنشوف هو قال ايه، فلقيناه بيقولوا ايه، بيقول انا جاي النهارده اكسب، انا جاي النهارده واكسب واعمل ماتش كويس واكسب بسكور، انا جاي النهارده بلعب هنا لحاجه واحده بس، الفوز بس. البعض افتكرها في الاول، افتكرها ان هو عارفين انتوا لما بنلعب فرقه افريقيه فتلاقي مثلا الفرقه مثلا خسرانه هنا 3 أو 4 ولا حاجه، فيقول لك احنا هنكسبكم هناك 5. كانت بتحصل. فاحيانا بعض الناس افتكرت ان ده يعني ايه مستر موسيماني بيلاعب الفرقه دي معنويا، بيحاول يأثر عليهم معنويا. لكن هو قال ان هو جاي يكسب، بيتعامل مع الامر الواقع. صحيح في لعيبه غايبه مهمه جدا زي علي معلول، حمدي فتحي، لكن مستر موسيماني عنده ثقه كبيره جدا في الموجودين كلهم اللي هم هيكونوا ان شاء الله عند حسن الظن، لان ده النادي الاهلي. وزي ما قلنا قبل كده ان النادي الاهلي مش ما بيقفش على حد،
بس فعلا اي 11 لعيب بيمثلوا النادي الاهلي قادرين ان هم يحققوا الطموح ويحققوا المكسب اللي الجمهور عايزه واللي هم عايزينه، لان هم دول لعيبه النادي الاهلي دايما دايما. لعيبه النادي الاهلي عينها على البطوله بس، وباذن الله النهارده ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحقق الفوز، مش عايز اقول بقى ان هو من دلوقتي بيبص على البطوله كاس البطوله، لا احنا بناخدها في النادي الاهلي خطوه خطوه، نعدي ماتش النهارده باذن الله على خير ونكسب، وبعدين نبص للماتش الجاي ونبص لتصدر المجموعه. برضو المدير الفني لفريق المريخ السوداني اتكلم كويس جدا طبعا عن النادي الاهلي، طبعا هو طبعا الراجل عارف ان هو فرصه ما زالت موجوده حسابيا على الورق، ولكن منطقيا فيها صعوبه شويه او صعوبه جدا، فهو اتكلم كلام واقعي برضو. عايزين نروح نشوفه في التقرير هو قال ايه عن النادي الاهلي ونادي المريخ، وبعدين نرجع لحضراتكم مره ثانيه. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي والمريخ السوداني، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء مستر كلارك المدير الفني لنادي المريخ. مستر كلارك برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. توليت المهمة في وقت قصير جدا، قدرت تلم الأمور لنادي المريخ، قدرت تحقق فوزين في الدوري ثم هزيمة أمام فريق سيمبا ثم مواجهة أمام النادي الأهلي، شايف المواجهة إزاي؟ Thank you for allowing me to speak on your club TV channels. بشكركم على الاستضافة. هو عارف هتكون مباراة صعبة لكن مباراة قوية، احنا استعدينا في الاسبوعين الماضيين، عملنا معسكر والفريق ارتفع بشكل ممتاز جدا بدنيا وتكتيكيا. دي المباراة اللي انت عاوز تلعب فيها، عاوز تجرب نفسك ضد فريق الاهلي، فريق كبير واوريدي فاز بالبطولة دي 9 مرات يعني، فهو بطل النسخة الماضية ايضا، فدي المباراة اللي احنا عاوزين نجرب نفسنا ضده ونشوف، هتكون مباراة قوية بين الفريقين. هو تولى المهمه في وقت قصير، لكن على الرغم من الوقت القصير اللي هو تولى فيه المهمه، لكن قدر يجمع اللعيبه. شفت علاقه الحب والتبادل الحب بينه وبين اللعيبه، سريعا اندمج مع الاجواء الافريقيه، خاصه دي اول تجربه افريقيه لمستر كلارك هنا في السودان. I enjoy my time here. The players have... أنا صح جيت هنا وقت قصير، لكن كل الأجواء هنا يعني بتساعدني إنه أتأقلم وإنه أحس كأني في بيتي. اللعيبة استقبلوني بشكل ممتاز جدا وبيتفاعلوا مع تدريباتي بشكل ممتاز جدا وروح ممتاز جدا. أنا معجب جدا بالطريقة اللي بيأدوا بها في المباريات وأيضا في التمارين، فده كله مساعدني إنه أتأقلم جدا على الأوضاع في أفريقيا وفي السودان. مستر كلارك هو واحد من ابناء المدرسه الانجليزيه، المدرسه الانجليزيه دايما بتعتمد على اللياقه البدنيه العاليه والتنظيم، هل شايف نوعيه اللعيب الافريقي هتقدر تنفذ فكره او فكر الكره الانجليزيه اللي هو ممكن يطبقه مع فريق المريخ السوداني؟ Of course I believe they can do, they can have good organization. قال لك صح، هم مهم جدا انه يقدروا ياخذوا التنظيم وايضا الناحيه البدنيه، وانا متاكد اللعيبه بيقدروا بسهوله ياخذوا التنظيم والناحيه البدنيه كمان تضيفه للمهاره اللي عندهم والناحيه التكتيكيه، بتخلي الفريق في حاله جيده جدا، وده احنا منتظرين نشوفه ان شاء الله في المباراه القادمه قدام اهلي. انا منتظر المباراه بفارغ الصبر حقيقه، داري اشوف الفريق بتاعنا واستعداده قدام فريق مميز زي الاهلي. اخيرا هو اتفرج على المباراه الاولى اللي جمع ما بين الاهلي والمريخ في القاهره، ايه العوامل اللي شافها من وجهه نظره رجحت كفه النادي الاهلي انه يفوز على المريخ بثلاث اهداف؟ I have not watched this game because it's not important. قال لك انا ما اتفرجت على المباراه السابقه لانه الفريق تغير تماما من الفتره ديك، انا اتفرجت على المباريات الاخيره بالنسبه للاهلي، بالنسبه لي فريق مختلف، روح مختلفه، طريقه مختلفه بتاعت اللعب، فانا ما مهمه بالنسبه للمباراه السابقه، المهمه المباراه القادمه ومنتظرينها وهنشوف فريق بشكل مختلف امام الاهلي. اخيرا يرشح مين يكون بطل افريقيا هذا الموسم؟ بطل افريقيا هذا الموسم يرشح مين للبطوله؟ There is many good teams left in this competition. You have to play. لك في فرق كثيره لسه باقيه كويسه في البطوله دي، وانا يعني انت محتاج تلعب كويس، محتاج بعض الحظ ايضا. اكيد الاهلي حيكون من المرشحين الكبار للبطوله دي، لكن احنا بنامل انه بكره نعمل لهم مشاكل في المباراه وننتصر ونصعب لهم التاهل. زي ما شفنا المدير الفني بيتكلم بصوره واقعيه، طبعا مدي النادي الاهلي حقه، ولكن في نفس الوقت تحس ان برضه في جديه جدا في كلامه، يعني هو الراجل حازم جدا، واضح ان شخصيته قويه، واضح ان ماتش سيمبا كانت بدايه، واضح ان هو مازال متمسك بالامل.
الامل مش في رجل اللعيبه لوحدها، اللعيبه بتاعته، ولكن في الغير. ولكن طالما في امل هو متمسك بيه. وحضراتكم عارفين زي ما بنقول احنا هنا الغربال الجديد ليه شده، واضح ان هو ابتدى يمسك زمام الامور في الفرقه كويس. ويمكن كان في عدم انضباط داخل الملعب، انضباط فني مش انضباط في السلوك، انضباط فني، تنظيم. التنظيم ما كانش على ما يرام في الملعب، ولكن واضح كده ان هو عامل حساب للنادي الاهلي، ولكن في نفس الوقت هو عايز يقول لك ان انا بلعب على ملعبي، ليه ما اكسبش؟ وخلي بالكم دايما ماتشات الاشقاء بتبقى ليها طبيعه خاصه. يعني هم اشقاء خارج الملعب وداخل الملعب، ولكن انا عايز اكسب انا كمان. انا عندي نقطه ولكن مفيش فرق بيني وبينك. انا عندي طموح للمكسب وانت عندك برضو طموح للمكسب، بس انا عندي طموح للمكسب وفي حاجات تفرق معايا شويه النهارده. يعني مثلا درجه الحراره العاليه النهارده، الماتش الساعه 3، انا بتكلم على المريخ السوداني، انا واخد على الاجواء دي اكتر منك. انا بلعب على ملعبي، في بعض من الجماهير موجود النهارده هيأزر فرقه المريخ، مدير فني جديد. فالمدير الفني الجديد زي ما قلنا بيبقى فيه شده، اللعيبه كلها عايزه تقدم مستويات جامده، فما بالك بقى ان هم بيلعبوا ضد بطل مصر وبطل افريقيا النادي الاهلي. حتى لو المريخ في او مش المريخ، المريخ الهلال، اي حد من الفرق السودانيه، مهما كان مستواه الفني الماتش ده حاجه تانية خالص. الماتش ده لما بينزل الملعب بيبقى عايز يوري جماهيره وعايز يوريك ان انا مفيش فرق بيني وبينك. حتى لو كانت الامل عندي شبه مستحيل، ولكن هفضل العب على الامل ده. انا حتى لو ما عنديش امل انا بنزل الملعب، انا حسيتها لان انا لعبت مباريات كتير جدا مع الفرق السودانيه، وزملت وعشرت مجموعه كبيره جدا في الغربه لعيبه سودانيين في المريخ وفي الهلال. فانا عارف طبيعه تفكير اللعيب السوداني وتفكير اللعيبه في المريخ والهلال. هو لما بينزل الملعب يقول لك مفيش فرق بيني وبينك، حتى لو انت بطل مصر وبطل افريقيا. فدلوقتي المواجهه صعبه، المواجهه صعبه مش سهله. احنا اتكلمنا ان الاهلي عايز يكسب، رايح يكسب، ولكن المواجهه صعبه. الراجل قال لك ما دام الامل موجود هو امل ضعيف، ولكن هيلعب على الامل ده. فاحنا هنلعب ان شاء الله على امل بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي، المكسب فقط ان شاء الله. تعالوا نروح بقى للتشكيل. تشكيل جالنا دلوقتي هيبقى محمد الشناوي حارس المرمى، ناحيه الشمال ايمن اشرف وبدر وياسر في القلب، ومحمد هاني ناحيه اليمين. اثنين اللي قدامهم وسط دفاعي هيبقى عمرو السوليه واليو ديانج، وبعدين الوسط الهجومي والمهاجمين هيبقى اجاي ومحمد شريف على الاطراف، قفشه في القلب، ومروان محسن مهاجم صريح. نقولها تاني، محمد الشناوي هيبقى لحراسه المرمى، ناحيه الاطراف ورا هيبقى محمد هاني ناحيه اليمين وايمن اشرف ناحيه الشمال، الاثنين اللي في القلب هيبقى بدر بنون وياسر ابراهيم. الوسط الدفاعي الاثنين اللي عليهم النهارده عبء كبير جدا 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 النهارده، وان شاء الله هيكونوا ان شاء الله مفتاح مكسبنا النهارده، عمرو السوليه واليو ديانج، الاثنين وسط دفاعي. الثلاثه الوسط الهجومي هيبقى على الاطراف محمد شريف واجاييه، وفي وسطهم مجدي قفشه، وقدام هيبقى مروان محسن كمهاجم صريح. تقريبا هو تقريبا ده الفريق اللي بدأ بيه مستر موسيماني ماتش فيتا كلاب. وهو برضو لو بصينا او بصيتوا حضراتكم على الجزء التشكيل الهجومي قدام، هتلاقي قفشه متواجد طبعا وده لا غنى عنه،
أجايه ناحية الشمال وشريف ناحية اليمين، الاثنين دول بيكملوا دايما جوه ال 18 مع راس الحربة. فهو النهارده كمان مستر موسيماني فكره هجومي من بداية المباراة، بادئ بتشكيل هجومي، بادئ بكثافة هجومية، بادئ بكثافة عددية في الناحية الهجومية علشان هو عينه على المكسب. هقول لكم في المباريات اللي زي ديت بنبقى عايزين نحسمها بدري قوي. ليه بنبقى عايزين نحسمها بدري قوي في المباريات اللي هي الأفريقية اللي زي دي؟ في عوامل تانية في الشوط الثاني بتبقى الأمور مش عايز أقول مش في صالحنا، ولكن بتبقى في صالح الفرق التانية شوية. منها حتة درجة الحرارة العالية. فلما تخلص الماتشات دي بدري تستريح شوية، هتعمل ضغوط على الخصم، هيتفتح أكتر. هو أصلا هيلعب مفتوح النهاردة من بداية الجيم، وما عندوش حاجة يبكي عليها، وما عندوش حاجة غير إنه يلعب مفتوح. بس أنت تعمل حسابك للشوط التاني، وتبص دايما إن الماتش مش شوط واحد، الماتش شوطين. فإن شاء الله قادر النادي الأهلي إنه يحسمها النهاردة. أنا من وجهة نظري هيحسمها إن شاء الله، ولكن أتمنى إن الحسم من البداية. تعالوا نروح لمؤتمر الصحفي بتاع مستر موسيماني ونشوف قال إيه عن مباراة اليوم. And you can see my colors. So I'm here for a different mission. Yes, I remain loyal to my country, but I'm here with a different mission. هو بيقول له انت شايف طبعا الشعار اللي لابسه واللون الاحمر لابسه ده جاي في مهمه مختلفه. طبعا انا ليا انتماء كبير وطني، بس انا هنا في مهمه مختلفه ماليش علاقه بمنتخب جنوب افريقيا بالنتيجه. لا، فوتبول از ا بروفيشنال سبورت اند يو اولويز هاف انجريز اول ذا تايم. از فوتبول اند وي هافنت هاد علي معلول فور فيري لونج تايم. ايفن ان ذا وورلد كاب وي ديد نوت هاف هيم. سو We have been moving without him. Yes, we miss him, important player for us. But we have continued with anybody who was not available because there's injuries, there's a space for corona. So Alakli has been going through a lot, but we remain where we are. وبيقول حياتك حاجه تسالي على غياب علي معلول وحمدي فتحي هيتاثر على الفريق ولا فانا بيرد حضرتك بيقول لك كره القدم لعبه احترافيه والغيابات والاصابات ده جزء من اللعبه، وعلي معلول بقى له فتره غايب عندنا حتى ما لعبش في كاس العالم للاصابه، فاحنا وكملنا من غيره. ده مش معناه ان هو لعيب مالوش قيمه، لا، قيمته كبيره بالنسبه للفريق هو حمدي فتحي، بس لازم نكمل. واحنا كنادي الاهلي يعني كنا ضحيه بعض الظروف يعني سببت غيابات زي الكورونا مثلا، ومع ذلك كنا بنكمل واللعيبه الموجوده هي بتادي الدور. Yeah, we thought by the time we come here, we would have already qualified. The plan was by the time we come here, would give a break to our international players who just played 3 days, 2 days back. But unfortunately, we are not in that position. We are in a position where we have to win. So, but that's our life and. Yeah, we have to try and make sure that we have different programs for the team. Since they came back, they can never lose fitness in the last 2 days. So we didn't have so much to do for them. What's important for us to give them a regeneration program to come up. And that's all. We have them fresh tomorrow. Hopefully, inshallah, we'll do well. سؤال الأستاذ بيقول عودة اللعيبة الدوليين متأخر يا ترى أثر إعدادك للمباراة؟ فبيرد عليه بيقول طبعا كنت أتمنى إن احنا نيجي هنا متأهلين تماما، ما كناش محتاجين نبقى لعيبة دوليين، كنا ممكن نديهم راحة يومين بعد الفترة الطويلة اللي هم لعبوا فيها، بس للأسف الوضع مش كده. اللي هم معانا اليومين اللي هم كانوا اللي جم فيهم خدوا راحة يومين، وأعتقد دول مش هيأثروا على الحالة البدنية لأنهم بيشتغلوا بقالهم فترة، وإحنا هنبتدي نشتغل على اللعيبة المتاحين اللي هم جم، هنبتدي نشتغل معاهم مهمتنا التأهل إن شاء الله. And that applied to Mamelodi Sundowns, Hilal players who were playing for the national team. نفس الموضوع بالنسبة للعيبة Sundowns Mamelodi وبالنسبة للهلال، اللعيبة اللي عندهم لعيبة دوليين بيلعبوا مع منتخبات بلدهم. And same as Mareekh. وبالنسبة للمريخ السوداني برضه. And us. So it's international football. في حاجة دولية على الفرق كلها مش احنا بس. برضه واقعي جدا مستر موسيماني في كلامه. يمكن شفنا في الاخر وهو بيتكلم عن اللعيبه الدوليين، هو كان يعني بيقول ان هم برضو اكيد
يعني في حالة إجهاد وهو اداهم راحة، ولو انه كان يتمنى انه يريحهم النهاردة، ولكن ظروف المباراة حطته في الموقف ده. فإن شاء الله بإذن الله نحسم التأهل النهاردة، وعندنا بعد كده يعني فترة طبعا مش كبيرة، إنما على الأقل يبقى في راحة لمدة يومين، ولكن نحسم التأهل النهاردة، والنادي الأهلي قادر بإذن الله على حسم التأهل، وإن شاء الله يبقى المكسب من نصيب النادي الأهلي. ودايما على فكرة في لقاءات النادي الأهلي والفرق السودانية سواء المريخ أو الهلال، دايما النادي الأهلي ليه التفوق، ودايما النادي الأهلي ليه اليد العليا. تعالوا نروح نشوف تقرير عن لقاءات النادي الأهلي مع الأندية السودانية وتفوق النادي الأهلي بصفة دائمة، وبعدين نطلع منه على فاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الكبار ونجومنا الكبار اللي مشرفينا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، والكابتن عادل مصطفى. أرجوكم انتظرونا. مواصلة التفوق على الأندية السودانية الشقيقة هو شعار فريق الكرة بالنادي الأهلي عند مواجهة المريخ السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء في 3 عصر اليوم السبت في الجولة 5 من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا، حيث يتفوق الأهلي تاريخيا في مواجهاته مع أندية السودان من خلال المواجهات السابقة والتي كانت أمام ناديي الهلال والمريخ. التقى الأهلي مع الأندية السودانية في 15 مواجهة سابقة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4، بينما خسر في 3 لقاءات، ليؤكد المارد الأحمر تفوقه في اللقاءات التاريخية التي شهدت أيضا تفوق الأهلي في الجانب التهديفي، حيث نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 21 هدفا في مرمى أندية السودان. واهتزت شباكه 11 مرة، وذلك خلال مواجهته فريقي المريخ والهلال. أول مباراة بين الأهلي والمريخ أقيمت عام 1983 بدور أبطال إفريقيا، وفاز الأهلي بهدف نظيف أحرزه محمود الخطيب، ووصل عدد المباريات التي جمعت الأهلي والمريخ إلى 7 لقاءات، حقق الفوز في 5 مواجهات، وكان التعادل حاضرا في مواجهة واحدة، فيما خسر مباراة واحدة. والتقى الأهلي مع الهلال السوداني في 8 مباريات، منها مباراتان في الدور النهائي لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987 والتي توج بها الفريق الأحمر. ونجح الأهلي في الفوز في 3 مباريات، في حين فاز الهلال 2 مرات وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك كابتن ايمن، منور الدنيا. كابتن علاء ميهوب، مشرفنا ومنورنا النهارده كابتن. اهلا بك يا ايمن، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا كابتن. كابتن اسامه عرابي، شرفنا ومنورنا كابتن اسامه. اهلا وسهلا بك يا ايمن، والحمد لله على السلامه. كابتن عادل مصطفى، حمد لله على السلامة ومشرفنا ومنورنا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك كابتن، حمد لله على السلامة، ومبسوط انا في وسط بيتي ونجوم كبار اساتذتنا اللي متعلمهم دايما وكباتننا كلهم ودايما منورين يعني. ليك وحشة. ربنا يخليك كابتن، انت ليك وحشة
والحمد لله رجوع بيتي يعني. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كابتن شريف، تحدي جديد، وحضرتك عارف المواجهات دايما بين الاشقاء يبقى ليها كده طابع خاص. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يعني مباراه تليق بالفرقتين وبالبلدين الكبار. شريان الحياه النيل بيربطنا باخواتنا في السودان. اتمنى اليوم انها مباراه على قدر مستوى الفرقتين، وان شاء الله يعني بالنسبه للنادي الاهلي مسيره التفوق والانتصارات تستمر اليوم بالتاهل والفوز باذن الله. عودنا النادي الاهلي دايما ان هو في المباريات الحاسمه انه بيكون ليه شكل وليه مكانه لجماهيره، واللعيبه نفسها بقت خلاص يعني مش هنقول تحت ضغط ولا تحت اي حاجه، بقوا مطالبين على طول بالفوز، اللي هو لازم يؤهلك باذن الله النهارده، وبعد كده نبص باذن الله ان احنا نبقى اول مجموعه باذن الله، ونتفوق باذن الله بنفس الشكل. بتمنى اليوم ان اللعيبه اللي هي الدوليين اللي كانوا موجودين مع المنتخب انهم يكونوا في حاله بدنيه كويسه، الوقت مضغوط عليهم يكونوا في استشفاء كويسه، اللعيبه اللي كانوا موجودين هنا يكونوا خدوا راحه كويسه، وادوا الجهاز الفني انطباع ان هم يقدروا يثبتوا ان هم بيلعبوا جوه بيلعبوا بره على مستوى حاله بدنيه تدينا حاله التفوق اليوم ان شاء الله. فانا بتمنى لكل الفريق النهارده والجهاز واللاعبين واحنا والجماهير كلها ان الاهلي يقدم لنا مباراه النهارده تليق باسمه ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء، مواجهه حاسمه بالارقام، حاسمه الفرقتين يعني، بالرغم ان النادي الاهلي 7 نقط ونادي المريخ نقطه واحده، ولكن ما زال لديه الامل يعني، هو الامل مش في رجل لعيبته لوحده، ولكن هو معتمد اعتماد كلي على نتائج كمان سيمبا التنزاني. فالمواجهه صعبه ولا من وجهه نظرك انها سهله؟ بغض النظر عن حساب النقاط، برافو عليك، المباراه اكيد صعب. دايما النادي الاهلي اي فريق بيلعب ضد النادي الاهلي مهما كان اسمه كبير مش كبير، هو بيحب يقدم اقصى حاجه عنده، اقصى ما لديه. هو فوزه او فوزه على النادي الاهلي ايمن، او يقدم مباراه كبيره قدام النادي الاهلي، دي بالنسبه له حاجه ممتازه. صحيح. حاجه هو عايزها، هو عايز يظهر قدام النادي الاهلي بمظهر حلو، حتى لو ما عندوش امل، حتى ما عندوش امل. هو الامل، هو الامل. بص يا ايمن، المجموعه دي المشكله ان الاربعه عندهم امل. أيوه. يعني الاربع فرق عندهم امل. أيوه. بحسبه مش لوحدك. أيوه. بس على حساب الفرقه كلها تقريبا، كنا بنتكلم انا واسامه الوقت وعادل، ان الفرقه الاربع فرق عندهم امل. صحيح. يعني سيمبا، النادي الاهلي، فيتا كلاب، والمريخ، كل واحد عنده امل. بس ايه اللي يقول لك لو كسبت النهارده فلان مع فلان في حسبه ثانيه؟ لكن النادي الاهلي بيفكر في حاجه واحده بس ايمن، بعيد عن النقاط، بعيد عن حسابات، بعيد عن اي حاجه. هو في اي محفل هو مطالب بحاجه، مكسب بس. هو النادي الاهلي بيفكر في كده يعني. النادي الاهلي حتى لو متصدر النهارده المجموعه، وان شاء الله تتدرب في الاخر، هتلاقيه برده النهارده بيدور على ضد نادي المريخ، عايز يأدي اداء كويس، وعايز يكسب مكسب مقنع، اللي هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بكبريائه، باسمه الكبير، بلاعيبته، بجماهيره اللي في كل مكان، هو ده الهدف دايما دايما، هدف النادي الاهلي. واتكلمنا كتير قوي في الموضوع ده، ان النادي الاهلي ما بيفكرش في حاجه غير مكسب. بيلاعب مين؟ كل الاحترام لكل المنافسين، لكن انا عندي هدف واحد بس، انا عايز اكسب النهارده زي ما قال كابتن شريف، يبقى التاهل مضمون، يبقى المباراه الاخيره بقى العب على ان انا بطل المجموعه. بالزبط. وده المكان اللي هو مكان النادي الاهلي دايما. النادي الاهلي ما بتبصش على مركز ثاني ايمن. صحيح. النادي الاهلي مجموعات بيحب يطلع هو اول مجموعه، يمكن السنه اللي اخذ فيها البطوله ما طلعش اول مجموعه. بالزبط. لكن طلع ثاني مجموعه واخذ البطوله. أيه. لكن على فكره مش شرط، لكن كل البطولات اللي خدها النادي الاهلي لا هو اول مجموعه. أول. فالنادي الاهلي ما بيدورش غير على المركز الاول. النهارده ان شاء الله يحسم اللقاء في المريخ، مباراه مش سهله عامه يعني. لان زي ما انت قلت دلوقتي ايمن، الفرق كلها عندها امل. المريخ. صحيح. عنده امل النهارده يكسب النادي الاهلي، هياخد 3 نقاط وكسب النادي الاهلي. مكسب النادي الاهلي بحد ذاته ايمن ولا 1000 نقطه تعادلها، لكن هو بالنسبه له. صحيح. عايز يكسب النهارده، ما عندوش حل تاني. صحيح. عشان كده هي صعوبه المباراه النهارده ايمن، ان بتلاعب فريق مش باكي على حاجه. صح. ما عندوش حاجه يبكي عليها يعني. صح. النهارده لو خسر من النادي الاهلي، انا خسران من النادي الاهلي وحته البطوله عندي مش عاليه قوي، لكن النهارده هو عايز يقدم اقصى حاجه ما لديه. خسر ده طبيعي، انا بلاعب النادي الاهلي، لو
حقق اي نتيجه ايجابيه بالنسبه له، ده بالنسبه له انجاز كبير. لكن اللي انا متاكد منه ان شاء الله النهارده النادي الاهلي تركيز كويس قوي من كل اللعيبه اذا كانت الدوليين او المحليين على ثلاث نقاط مهمه يرجع بيهم ان شاء الله من المريخ باذن الله رب العالمين. قبل ما نروح للكابتن اسامه ونكلمه عن فرص الفريقين النهارده، هنروح لزميلنا فاروق صلاح في السودان ونعرف منه اخر اخبار الاجواء عنده ايه. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من السودان وبالتحديد العاصمه الخرطوم. ويعني قبل لحظات قليله من تحرك حافله فريق النادي الاهلي والتوجه الى ملعب الجوهره الزرقاء لمواجهه فريق المريخ السوداني في الجوله الخامسه من مرحله دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، مباراه في غايه الاهميه لفريق النادي الاهلي في مشواره نحو البطوله العاشره. وده يعني نقدر نقول ان الحماس واهميه هذا اللقاء هي اللي بتضغى على لاعبي النادي الاهلي منذ قدوم للسودان. الجميع بيعي هذه الاهميه هذه المباراه خاصه في مشوار النادي الاهلي نحو تصدر المجموعه. طبعا مجهود كبير جدا بيبذله مسؤول السفاره المصريه بالتنسيق طبعا مع الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق والمكلف برئاسه بعثه فريق النادي الاهلي، ايضا مع الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ. الناحيه الفنيه اطمنك على الحاله الفنيه لكل اللاعبين منذ قدومنا وتدريبات مستر بيتسو موسيماني والمحاضرات اللي بيعقدها مع اللاعبين يعني كل كبيره وصغيره. اتفرج طبعا على كل المباريات الخاصه بفريق المريخ السوداني في الفتره الاخيره منها مباراه سيمبا اللي كانت انتهت بفوز فريق سيمبا على المريخ السوداني بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، وايضا لقاءين لفريق المريخ السوداني هنا في الدوري السوداني. تابع كل الامور وقف على كل كبيره وصغيره. اطمنك ايضا على حاله اللاعبين اللي كانوا عايدين من المنتخب المشاركه مع المنتخب المصري في لقائي كينيا وجزر القمر، وايضا لاعبي المنتخب الاولمبي الجميع في قمه التركيز. مستر بيتسو موسيماني في التدريب الاخير طبعا قدر ان هو يقف على ملامح التشكيل، يعني مش هيختلف كثيرا عن التشكيل اللي خاض بيه لقاء فيتا كلوب، وكان حريص ان هو يستغل الدفعه المعنويه اللي حصل عليها الفريق بعد الفوز على فيتا كلوب بثلاثه اهداف في الكونغو. ان شاء الله الفريق قادر النهارده ان شاء الله ان هو يحقق الفوز على فريق المريخ السوداني في ملعب الجوهره الزرقاء. في هذه الاثناء يا كابتن ايمن خليني اقول لك ان المستر بيتسو موسيماني بيعقد المحاضره الفنيه للفريق قبل التوجه الى ملعب الجوهره الزرقاء اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي يعني من 15 دقيقه ل 20 دقيقه. مستر بيتسو موسيماني حريص جدا يتكلم مع اللاعبين على اهميه اللقاء طبعا وعدم النظر لموقف فريق المريخ السوداني في المجموعه بيتزايل المجموعه، وكان حريص ايضا في المؤتمر الصحفي انه يتكلم على اهميه اللقاء وضروره تجديد الدوافع للاعبين والحوافز عند اللاعبين. وايضا كان كلام محمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي واللاعبين الكبار مع اللاعبين. ايضا مستر ليكلارك المدير الفني لفريق المريخ السوداني اتكلم على اهميه اللقاء وقال ان المباراه الكبيره لما تواجه فريق بحجم النادي الاهلي هي المباريات اللي بتصنع المدرب وبتصنع اللاعبين. انا عندي شغف كبير جدا ومتحمس لمواجهه النادي الاهلي، وقال ان انا برشح النادي الاهلي ان هو يكون المرشح الاول للبطوله. دي كانت كل الكواليس كل الاخبار يا كابتن ايمن من هنا من السودان وقبل التحرك بدقائق قليله الى ملعب الجوهره الزرقاء. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا لزميلنا العزيز فاروق صلاح. كابتن اسامه، الكابتن علاء اتكلم على ان النادي الاهلي بيبقى حاطط دايما عينه على المركز الاول، ويمكن هو لمح لنقطه كان حصلت الموسم اللي فات ان احنا في التاهل خدنا المركز الثاني السنه اللي فاتت، كنا محتاجين نقطه من الهلال السوداني. وظروف الماتش النهارده تعتبر صعبه، يعني احنا لو بصينا هنقول يعني على الورق نادي الاهلي سبع نقط، نادي المريخ نقطه، ولكن في ظروف وعوامل ممكن ما تلاقيش نادي المريخ بنفس المستوى اللي ظهر بيه عندنا هنا في القاهره الماتش الاولاني. عندهم كذا لعيب كانوا في المنتخب الوطني السوداني لسه كسبانين جنوب افريقيا وتاهلوا لنهائيات الامم الافريقيه بعد 10 سنين، حتى برضو الروح المعنويه عاليه شويه. عندهم مدير فني جديد، عندهم مازال لحد دلوقتي عندهم الامل ولو يعني مش بايديهم ولو حتى كمان 1% عندهم الامل ان هم ممكن يستمروا في البطوله. من هنا جايه صعوبه الماتش. اولا مبروك للمنتخب السوداني التاهل للامم الافريقيه، يعني منتخب السودان يعني عندها تاريخ عريق هي ومصر واسيوبيا اللي اسسوا الاتحاد الافريقي. ومبروك طبعا برضو للمنتخب المصري فوزه على جزر القمر الماتش الاخير وتصدروا المجموعه عقبال ان شاء الله نهائيات كاس العالم ان شاء الله باذن الله. فكلامك طبعا مظبوط في جزئيه
المعنويات. انا شايف انه زي ما انت قلت الثلاث اربع لعيبه الخمسه اللي كانوا موجودين مع المنتخب معنوياتهم مرتفعه بعد المكسب. ثانيا النادي الاهلي بالنسبه للكره العربيه عامه يعني هو الاول عربيا وله مكانه معينه، فتملي اي فرقه بتلعب ضده بتبقى تتمنى الفوز على النادي الاهلي حتى معنويا، حتى لو هو املهم ضعيف جدا في الوصول. يعني خلينا منطقيين من اللي احنا شفناه في خلال احداث المباريات لفرقه المريخ، حتى من الاهداف هم جايبين هدف وعليهم 10، النادي الاهلي جايب 8 وعليه 3، هم عندهم نقطه. هو لازم يكسب الاهلي ويكسب، والاهلي يتغلب من سيمبا هنا، ولازم فيتا يكسب لفة. يعني لفه صعبه جدا، لكن احنا بنقول ورق على الورق انه خلي بالك كمان لازم يكسب ايه، يكسب بسكور، لان احنا كسبين هنا 3 لازم يكسب 4. فهو شبه مستحيل، بالنسبه له شبه مستحيل. هي بين سيمبا وفيتا ممكن، لان فيتا لو كسب سيمبا عنده المريخ الماتش الاخير عنده، وسيمبا كسبان فيتا 1-0، ممكن الكره الافريقيه مع بعض يعني ممكن يحصل مفاجآت. هو سيمبا افضل ومتوقع انه يكسب، لكن طبعا الماتش بين فيتا وسيمبا يعني ممكن يحصل فيه مفاجاه ولا حاجه. لكن زي ما قلت لك المريخ صعب الوصول للدور الثاني بعد النتائج السلبيه اللي عملوها، ولكن اكيد هيبقى روحهم عاليه جدا جدا جدا. في مقارنات بيننا وبين المريخ السوداني على الشاشه كابتن اسامه؟ المقارنات طبعا لصالح النادي الاهلي طبعًا. طبيعيا طبعا اربعة فوز هزيمه واحد النادي الاهلي لعب 6، والتعادل النادي الاهلي تعادل مباراه، المريخ 2، النادي الاهلي ليه 13 جول، المريخ ليه 8، النادي الاهلي عليه 3، والمريخ السوداني زي ما اتكلمنا في البدايه ان هو عنده مشاكل في التنظيمات الدفاعيه شويه. مزبوط. عليه 13 مظبوط، لكن ده كله هيتشال على جنب في مقابل ان هم هيلعبوا النادي الاهلي ونفسهم يكسبوا النادي الاهلي ولو فوز معنوي، حتى لو هم يعني بعيد جدا، بعيد املهم ضعيف قوي يعني يكاد يكون مستحيل. لكن الفوز على النادي الاهلي مكسب في حد ذاته معنويا للكره السودانيه، لنادي المريخ نفسه بعد الهزائم في المجموعه في الفتره الاخيره، واخيره 3-0 من سيمبا الماتش اللي فات. فالمباراه صعبه من هنا، وخاصه كمان دول الجوار تملي المنافسه بتبقى صعبه، بيبقى نفسه يكسب البلد القريبه منه. يعني على طول حتى في العالم كله تلاقي الارجنتين والبرازيل جنب بعض، تلاقي المانيا وهولندا، تلاقي مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان، البلاد اللي بتبقى مجاوره لبعض قوي دي بيبقى في تنافس بينهم انه نفسه يبقى يكسبك، يعني عشان المنطقه اللي هو فيها، مع زي ما قلت لك النادي الاهلي اسمه الكبير. فهي بس هو المباراه الاخيره مع سيمبا كابتن هناك في السودان اتعادل 0-0، وكان المدير الفني لسه جاي، ويعني واضح من المباراه شويه ان التنظيمات الدفاعيه بالذات عندهم ابتدت تتحسن. ماشي، هيحصل تحسن، هيحصل يعني زي ما قلت لك معنويات عاليه وروح عاليه جدا في اللعب، ولكن مش هيقدر يعالج كل الاخطاء اللي احنا شفناها في مباراه الاهلي هنا، مباراه المريخ وفيتا كلاب في المريخ اللي اتغلبوا فيها 4-1، مباراه سيمبا الاخيره مش بتاعه التعادل اللي هي قبليها 3-0. فمهما كان هيحسن منهم، ولكن مش هيقدر يعالج كل هذه الاخطاء في مده صغيره. لكن زي ما قلت لك هي معنويات عاليه جدا، هتلاقي قتال عالي جدا، اصرار انه يعمل نتيجه ايجابيه مع نادي بحجم النادي الاهلي اللي هو سيد الموقف في الكره الافريقيه والعربيه. فالمباراه طبعا ما فيش شك هتبقى صعبه. كابتن عادل، طبعا زي ما قال الكابتن اسامه الماتش مش سهل، ماتش صعب، في عوامل غير العوامل اللي في الملعب. يعني يمكن كنت بكلم حضرتك قبل الهوا وقلنا الفوارق كبيره بين الفرقتين، ولكن في عوامل بتحكمها ظروف تانية جوه الملعب، درجه حراره الجو، ولو ان انا شايف ان في شويه هواء، يعني لما كان فاروق صلاح معقول يعني يعني درجه حراره لو ما بين 35-38 معقوله شويه في السودان، معقوله وجود مدير فني جديد، الروح المعنويه العاليه لبعض اللعيبه الدوليين زي ما قال الكابتن اسامه، هل المستوى الفني اللي ابتدى يزيد شويه
لعيبه المريخ مش زياده اللي هي الكبيره قوي. المباراه الاخيره مع سيمبا، هل فرقه النادي الاهلي مباراه البدايه بالذات، احنا دايما في النادي الاهلي بتحكمنا في الماتشات دي البدايه بتاعتنا. يعني انا اقدر اقول لك مثلا النادي الاهلي لو بدايه اول ربع ساعه ايه اللي ممكن يحصل؟ هل النادي الاهلي قادر على التحدي دوت النهارده من بدايه المباراه، برغم ان في اثنين ثلاثه لعيبه مؤثرين جدا ومنهم علي معلول وحمدي وحمدي، ولكن احنا شفنا تاثير علي معلول فارق معانا شويه في النواحي الهجوميه. يعني بترتيب العقبات اللي ممكن تقابل النادي الاهلي شويه، توقيت المباراتين مختلف، مباراه النهارده الساعه 3 في السودان ومباراه الاولانيه في القاهره، الاجواء الى حد ما احنا الجو ظريف الفتره دي شويه، والمباراه كانت بالليل، دي برضو الامور يعني ممكن تفرق النهارده شويه في المباراه، ان المريخ متعود على الاجواء دي. ارضيه المباراه برضو ممكن تفرق جدا، ارضيه المباراه برضو مش الملعب مش زي استاد القاهره، فدي برضو ممكن تفرق جدا. الدفعه المعنويه للاعيبه السودان باي تغيير مدرب، تغيير مدرب صح. بيجي بياخد له 3 4 مباريات في البدايه، حتى لو انت امكانياتك مش احسن حاجه، بس بيبقى عندك دفعه ان انت بتحاول تادي احسن حاجه عندك. ممكن الجمهور يتواجد، انا يعني قريت ان ممكن يبقى في 1000 واحد في الملعب، اعتقد ده برضو ممكن يبقى مؤثر، لان دلوقتي في عدم وجود جمهور، لو معاك 100 واحد في الملعب هياثروا معاك، ودي نقطه برضو نقطه مهمه. مع الكلام بقى اللي الكباتن كله قالوه ان كل الفرق بتلعب قدام الاهلي بتبقى عايزه تبقى تقدم احسن مستوى. النهارده حتى لو المريخ لعب على تعادل هو بالنسبه له نتيجه كويسه، هو هيحاول يكسب، ولكن هو لو تعادل مع النادي الاهلي، لو تعادل مع فرقه اكبر فرقه في افريقيا بالنسبه له هيبقى الامور مختلفه خالص. النقطه الوحيده اللي اتكلمت فيها بتاعت علي معلول، ان هو بنفقله طبعا علي معلول صانع اللعب الاول للنادي الاهلي، حتى مع وجود رقم 10 مميز، ولكن علي معلول بوجود حتى بالتيم اللي كان قبل ده كان علي معلول هو مفتاح اللعب الرئيسي صحيح. للنادي الاهلي صحيح. ودي برضو نقطه مؤثره، ولكن حصل في المباريات في تذبذب في المستوى شويه، جزء منه علي معلول، وده طبعا اللعيبه اللي اصحاب الفكر جوه الملعب واصحاب القرار جوه الملعب لما بيبقوش موجودين في فرقه بيأثر ده بالسلب جدا، ودي نقطه لازم نعذر فيها اي مدرب لما يكون عندك لعيب كبير زي علي معلول مش موجود. ولكن في المباريات اللي بعد كده يعني وجود ايمن اشرف اداها بشكل كويس، مش ما اداكش مفتاح اللعب الاساسي زي علي معلول، ولكن بيأدي 80-90% من واجبات المركز بشكل جيد جدا. مباراة صعبة في كل الأحوال، الأهلي بينافس أو الأهلي أو المريخ بينافس، المباراة صعبة في كل الأحوال، مباراة السودان كلها بتبقى الأمور فيها صعبة، مباراة أفريقيا كلها الأمور فيها صعبة. ولكن يعني لما نروح للتشكيل، أنا شايف برضو إن إحنا لما حضرتك تروح للتشكيل شايف البداية ممكن تكون كويسة. حضرتك برضو اتكلمت في حتة إن بداية بتاعتنا في أول ربع ساعة أو أول تلت ساعة مهم جدا، إن يبقى عندك لو ما عندكش استحواذ جيد بس يبقى عندك فرص، تقدر تخلق فرص حتى لو ما خلقتهاش بالاستحواذ، مهم جدا. مباراه فيتا فرقت معانا الاهداف بدري صحيح. جدا مباراه الحاسمه اللي احنا كسبناها، مباراه الوداد فرق معاك في المباراتين التسجيل بدري، مباراه الوداد في الوداد ومباراه الوداد صحيح. انا شايف دي برده كان عنق زجاجه للنادي الاهلي كله مزبوط. السيزون اللي فات مباراه مزبوط. الوداد يعني اعتقد النهارده ان شاء الله النادي الاهلي يقدم يعني مش عايز نخش في التفاصيل لما حضرتك تدخل فيها بإذن الله. وان شاء الله يقدم مباراه كبيره يعني. والتوفيق يكون حليف النادي الاهلي ان شاء الله. طيب هنروح لفاصل وبعدين نرجع لحضراتكم مره ثانيه ونتكلم عن تشكيل فرقتين وبعض الامور الفنيه الخاصه بالمباراه، ارجوكم انتظرونا.
نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، عايزين نتكلم بقى عن تشكيل النادي الاهلي ورؤيتك الفنيه لبدايه النادي الاهلي النهارده. عندنا محمد الشناوي لحراسه المرمى، على الطرفين هاني وايمن اشرف، في القلب بدر بنون ياسر ابراهيم، قدامهم السوليه وديانج، والوسط الهجومي هيبقى الطرفين اجاييه ومحمد شريف، بينهم محمد مجدي قفشه ومهاجم صريح مروان محسن. عايز يحسن تحب انت كده؟ عايز يحسن كده. ما شاء الله، يعني لعيبه دوليه كلها وطالعين من ماتشات متلاحمه وعاملين نتائج كويسه جدا ومحسوس بيهم في الملعب، باستثناء ايمن اشرف بس هو اللي كان فيه شك كده، انا كان عنده ارهاق شويه في العضلات. لا انت بتحب دايما ان انت قلت لي رسمت لي الشكل اللي انا بحبه. أيوة. شكل هو النادي الاهلي، كباتن كلهم بيقولوا ان هو لازم يبقى اول مجموعه، النادي الاهلي لازم يبقى بطل افريقيا، النادي الاهلي لازم يكون عنده انياب هجوميه مع مساعده الاطراف اللي بيخش، اللي انا الطريقه اللي بحبها قوي 3 5 2 دي، انا بعشق ان يكون عندي دايما اتنين في العمق بيترجموا جميع الشغل اللي بيحصل في الملعب. ايوه للعيبه كلها. أيوة. مش في مجهود في نقل الهجمه من تحت نص الملعب، الاستحواذ اللي كان بيقول عليه عادل، ازاي انا اعمل مفيش يبقى في ميز باص وعندي عمق هجومي. افرض انا النهارده الفرقه مع بتاعه المريخ ما عندهاش حاجه تلعب ملعب المباراه هو كابتن شريف. ان شاء الله يبقى ملعب الجو فيه يكون مش حر جدا، يكون فيه بعض النسمه كده، نسمه الهواء، اللعيبه تستنشق فيه الاكسجين من الفرقتين الحقيقه. يمكن فرقه السودان بتبقى متعوده، باذن الله فرقتنا الماتشات اللي فاتت بتاعت فيتا وبتاعت سيمبا تعودوا على جو أسوأ من كده يعني. فبالنسبه للعيبه انا زي ما انت بتتكلم بطمع عليهم الترجمه دايما بالوجود جوه منطقه الجزاء. انت مش هتكسب الا بالتواجد جوه منطقه الجزاء، مش هتكسب الا بالخبرات الافريقيه اللي اللعيبه اللي موجوده في الملعب النهارده بتمثلك عندها خبرات كبيره جدا في جميع المباريات اللي فاتت، اذا كانت ايجابيات وسلبيات. فاعتقد ان هم عندهم فكر، وبعد مباراه فيتا كلاب دخلوا جوه الضغط على الخصم. يعني النهارده هنبسط قوي لما الاقي المريخ بيهاجمني هيفتح لي خطوطه. أيوة. وده اللي انا بطمع فيه. هو ما فيش قدامه غير كده. فانت لما قدامه وانا هطمع في الحكايه دي ليه؟ لان انت لما يكون عندك مجدي قفشه وبيعمل حاله التحرر اللي بيحصلها ده في ماتشات بيبتدي بيه ناحيه اليمين ابص الاقيه بقى انسايد ليفت، مزبوط، وهو اللي بياخد الكوره وبيرقص وبيشوط وبيجيب جون زي فيتا كلاب. والولد كمان جايب جول في المنتخب بتاع ماتش كينيا، يعني موجود جوه 18، هي دي الحته اللي احنا بنتكلم فيها. فجميع اللعيبه اللي موجوده هنا الحقيقه بتترجم لي الشكل اللي انا بتمناه. هو سؤال على الماشي كده بس جيب بالي، يعني هو لو محمد مجدي قفشه مش متواجد مين يقدر يلعب الدور بتاع محمد مجدي قفشه من اللعيبه اللي بره؟ هيبقى ناصر ماهر. ناصر ماهر بس لسه ظاهر، هو ما دخلش، بس ناصر مش موجود، ما دخلش جوه. طاهر يمشي ولا ما يمشيش؟ لا از بلاي ميكر ما فيش غير، هيبقى قرب لك عمرو السوليه شويه من القصه دي وهيبقى. طب وليد سليمان يادي الدور ده؟ وليد سليمان اللي هو تحت ياما كتير اشتغلنا عليه، بس انت ما بتتكلمش النهارده. ايوه النهارده راجل راجع باذن الله يكون ليه فرصه الاشتراك باذن الله ويتوفق برضه بتصويبه او بضربه ثابته او بالدخول جوه ال 18 ان عنده الملكه. ايوه وليد سليمان دايما عنده العاده بتاعت ان انا اجيب جول. ايوه ودي حلوه وده سعره. ايوه ودي اسلوبه في اللعب وفنياته العاليه. فدايما احنا بنفرح لما يبقى في لعيب راجع من اصابه زي ايمن اشرف برضه، عنده رؤيه كبيره قوي في الملعب، بيعوض لي يمكن حته علي معلول شويه اذا كان بنسب مختلفه، بس دفاعيا وهجوميا الحقيقه بيأديها 10 10. وفي ماتش سيمبا لو تفتكر لما نزل عمل لنا حاله من الضغط. صحيح. على فرقه سيمبا الحقيقه ناحيه الشمال وعمل عرضيات كتير، يعني هارد لك بقى النتيجه انها تطلع بهذا الشكل. كل اللعيبه اللي موجوده هنا رجليها في الملعب ما شاء الله. سوليه حتى بقى عنده ثقه جامده قوي من اخر ماتش لعبه قدام جزر القمر مع حسام بدري والمنتخب. مجدي قفشه عنده حاله معنويه كبيره. إيليو ديانج بيعوض الاماكن دي واسلوب لعبه ستان، يعني بيزك، يعني ما ستاندر، لعيب بيدافع ولما بيجي له الفرصه انه يعدي واحد واثنين وثلاثه ويوصل لخط ال 18 بيأدي وبيرجع يدافع ناحيه اليمين في حاله تقدم محمد هاني. وعنده الشكل الطبيعي اللي هو بيعمله، بيجوز عليه شويه او بنحسب عليه شويه حته الباص، لازم يكون في اتقان شويه في الباص عشان ما يحصلش ميز باص علينا ويحصل هجمه مرتده احنا مش عايزينها خارج الخطوط. كل اللي بتمناه النهارده النادي الاهلي بارتياحيه كويسه جدا بيضغطوا جامد قوي من اول مباراه. اللي هو الاسلوب
الفوز دايما اللي انت بتعمله. وانت لو ضغطت على اي فرقه في افريقيا وانت بتلعب شمال افريقيا مش شمال افريقيا انت شفته وعندك تجارب قبل كده وفي البطوله السابقه، ان احنا اول ما بنضغط غالبا بيكون لنا السيطره، وغالبا نسبه الارقام اللي حضرتك طرحتها وقلتها عن ايمن اشرف معانا الارقام على الشاشه اهو، لعب اربع مباريات، تمريرات صحيحه 128 162، دي نسبه مش وحشه، استخلاص الكره 15، التحامات الهوائيه 5 من 7، برغم ان ايمن اشرف يعني تحس انه قصير كمدافع ولكن ما شاء الله لا قوي بيخش، ده احنا بنخاف منه ساعات في 18 واحنا قاعدين من روحه العاليه انه ساعات بيسبب بيعمل لنا ضربات ثابته، بيعمل ضربات جزاء، فاحنا اعتقد هو دلوقتي وكمان راجع من ارهاق شويه عضلي حاجه هيبقى متوازن في ادائه، يعني انما هو وجوده في المكان ده ساعات بيعمل كورات عاليه بيشوف الملعب بيشوف الكرات الطوليه اللي بيعملها بتبقى مثمره جدا، وعنده رؤيه وعنده الملكه في الباص سليم. مظبوط. فانا مبسوط من الفرقه كلها باذن الله، وعندي ما شاء الله عندك زي ما انت قلت وليد سليمان وولتر بواليا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات لعيبه، وما نحتاجش باذن الله احمد رمضان بيكم، يعني باذن الله مدينك الشكل انت تتفرج النهارده وانت مطمن ان شاء الله ان هتبقى فيه نتيجه كويسه باذن الله. باذن الله ربنا. كابتن علاء، من خلال تشكيل النادي الاهلي هنتكلم عن واجبات كل مركز مع الكباتن او كل خط من الخطوط، ولكن من خلال التشكيل حضرتك شايف ازاي ان ممكن يبدا مستر موسيماني المباراه؟ هو طبعا اكيد عارف ان المريخ ما عندوش حاجه يبكي عليها، نازل ضاغط من بدايه المباراه، هل مستر موسيماني هيلعب بتوازن في البدايه ولا هو كمان هيفتح الملعب ويضغط على المريخ؟ مش شرط يا امل يبدا من الاول، هو ممكن يبدا من الاول ضاغط على المريخ 10 ربع ساعه 10 دقائق وبعدين يرجع يلعب زي ما بيلعب دلوقتي. هتطلع فاصل حاجه؟ عندك فاصل؟ لا لا طيب كويس. أو هيرجع هيلعب مرام محسن وتحتيه شويه اجاييه ومحمد شريف يبقى على دايره السنتر، ممكن وممكن يروح مفاجئ المريخ هو ضغط عليه من الاول، وممكن وممكن ناخد زميلنا فاروق صلاح بالمره من السودان ونشوف معانا على التليفون فاروق صلاح نعرف منه اخر الاجواء في الملعب. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لضيوفك الكرام كابتننا الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب والكابتن اسامه عرابي والكابتن عادل مصطفى وكل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمني يا فاروق، ايه الاخبار عندك؟ يعني خليني قبل ما نتكلم عن اجواء الماتش واجواء الاستاد هنا يا كابتن ايمن، خلينا ناكد على حاجه مهمه جدا، العمق العلاقه اللي بتجمع ما بين الشعب المصري والشعب السوداني والعلاقه الطيبه اللي ما بين النادي الاهلي ونادي المريخ السوداني، وهي دي دايما عنوان النادي الاهلي في كل الدول او في كل المباريات. يعني بنشكر طبعا الاخوان في السودان هنا على سهوله التنظيم، سهوله الدخول، دور كبير جدا بيقوم به الاستاذ خالد الدرندلي بالتنسيق مع معالي السفير حسام عيسى. بس في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي يا كابتن ايمن، توافد كبير جدا لجماهير النادي الاهلي الموجوده، افراد الجاليه المصريه يعني اعدادهم يتجاوز من 250 ل 300 مشجع اهلاوي موجودين هنا في استاد الجوهره الزرقاء. هو عدد الجماهير المجمل 1000 واحد للاثنين ولا 1000 للسودان و250 للاهلي؟ لا يا كابتن ايمن، المجمل الجماهير الموجوده في ارض الملعب 1000 مقسمين على 750 لنادي المريخ السوداني و250 للنادي الاهلي. دي كانت البدايه، كانت من خلال النادي الاهلي هنا في لقاء القاهره لما بدا ان هو يتعامل مع جماهير المريخ السوداني وسمح لهم بالدخول، فبالتالي اداره نادي المريخ بترد المعامله بالمثل للنادي الاهلي، ودي كانت من النقاط اللي بناكد عليها على عمق العلاقه الطيبه اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي المريخ السوداني. كويس، كلمني بقى عن الجو عندك هناك، احنا شايفين وانت كنت في الفندق كان في شويه هواء وراك. يعني بص يا كابتن ايمن، يعني خلال الايام اللي فاتت كانت درجه الحراره يعني بتتراوح ما بين 35 ل 38، النهارده يعني الحمد لله في نسمه هواء في الجو والامور، درجه الحراره اقل بكتير، بتتكلم في درجه حراره يعني 28 او 29 درجه مئويه، اعتقد الجو النهارده افضل بكتير جدا من الايام السابقه، يعني زي ما اتكلمنا على مباراه الفيا فيتا واللي كان الجو صعب جدا، جه يوم المباراه وكان يعني توفيق ربنا مع النادي الاهلي والظروف، الجو النهارده ايضا الظروف، الملعب ارضي طبعا، ارضيه الملعب ارضيه افضل بكتير جدا من الملاعب اللي النادي الاهلي سواء اتمرن عليها او الملاعب الكبير في افريقيا. ايضا الفريق المريخ السوداني اللي يعني في الوقت ده بيجري العمليات الاحليه لسه حتى الان نادي النادي الاهلي ما نزلش الارض الملعب لاجراء العمليات الاحليه، مستر بيتسو موسيماني في الوقت ده بيتكلم مع اللاعبين، وطبعا التشكيل زي ما حضرتك استعرضت قلت يعني دلوقتي خلاص بدا لعيب النادي الاهلي في النزول الى ارض الملعب، طبعا انت سامع معايا صوت جماهير النادي الاهلي.
صوت جماهير النادي الاهلي هنا في استاد الجوهره السرقاء والتحيه للاعيبه النادي الاهلي. عايز اقول لك ان حتى الان عدد جماهير النادي الاهلي في استاد الجوهره السرقاء اكثر بكثير جدا من جماهير المريخ السوداني، اللي حتى الان جماهير المريخ السوداني لم تدخل الى ارض الملعب. جماهير النادي الاهلي موجوده في ارض الملعب، شجعوا حماس، بينادوا على كل اللاعبين. اعتقد ان شاء الله هتكون بدايه لليوم ان شاء الله، وربنا يكرمنا ويحقق النادي الاهلي 3 نقاط غاليه. عايز برضه انا شديد على الكلام اللي حضرتك قلته يا كابتن ايمن، دوافع لعيب النادي الاهلي لتصدر المجموعه ودوافع النادي الاهلي واستغلال الدفعه المعنويه اللي حصل عليها الفريق من الفوز على فيتا كلوب ب3 اهداف، دي كانت نقطه من النقاط النفسيه اللي اشتغل عليها مستر بيتسو موسيماني في الايام اللي فاتت مع لعيبه النادي الاهلي. كلمني عن حاله الفريق بقى واللعيبه بصفه عامه المعنويه. بالظبط كابتن ايمن، من نفس المنطلق اللي اتكلمنا عليه، استغلال الدفعه المعنويه اللي خدها الفريق من الفوز على فيفا كلوب ب3 اهداف. النادي الفريق الاهلي استغل هذه الدفعه المعنويه. مستر بيتسو موسيماني بيتكلم مع اللاعبين، ايضا اللقاء الاخير لمنتخب مصر كبير جدا فريق النادي الاهلي، سواء محمد مجدي قفشه او محمد شريف، عمرو السوليه، محمد الشناوي، مد ارتفاع للروح المعنويه للاعيب النادي الاهلي، جميع مركز. انت عارف يا كابتن ايمن وطبعا كابتننا الكبار، انك تحقق بطوله افريقيا الموسم الماضي امر صعب جدا، لكن الاصعب هو السنه دي. يعني الظروف السنه دي اصعب، انك تحافظ على البطل، على انك تكون البطل. اللعيبه بتاعي هذا الامر، اللعيبه خلاص يا كابتن ايمن نسيت ان هي كانت بطل افريقيا، اللعيبه دلوقتي بتفكر في البطوله. هي المحافظه على اللقب اصلا اصعب من الحصول على البطوله. بالظبط 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 يا كابتن ايمن، انك تحافظ على البطوله اصعب بكتير جدا من انك انت تحقق البطوله. ايضا دور الجمهور ان هو دايما بيذكر اللاعبين افريقيا يا اهلي، العاشره يا اهلي، زي ما كنا بنقول التاسعه يا اهلي، الوقت المصدر الجماهيري العاشره يا اهلي. ادي بتحيه خاصه بقى من جماهير النادي الاهلي لمحمد الدناوي اللي هو اخر لاعب النادي الاهلي وصولا لارض الملعب. ايضا عايز اطمنك على وليد سليمان، اللاعب اللي النهارده يعني ان شاء الله يكون ليه جزء من المباراه طبقا طبعا للرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. حاله اللعيبه ايضا اللي كانت موجوده مع المنتخب الاولمبي، سواء طاهر محمد طاهر او اكرم توفيق او رمضان بابك، لا اطمنك ان شاء الله يوم مميز ان شاء الله للنادي الاهلي. عايز برضه اقول لحضرتك يا كابتن ايمن، النهارده بيدير اللقاء طاقم تحكيم بقياده الاثيوبي باملك تيسينيا، بيعاونه عيسى يايا مساعد اول، بيك اوكيلو مساعد ثاني، والحكم الرابع التوري. شكرا جزيلا لزميلنا العزيز فاروق صلاح، وان شاء الله نبارك لبعض بعد نهايه المباراه. كابتن علاء اتفضل. بص يا ايمن، النهارده مستر موسيماني انا من وجهه نظري لو المريخ بدا يحضر في الاول هو هيبدا ضاغط، يعني هو هيبدا ضاغط من اول مباراه. لو بيحضر يبقى خلاص هو هيضغط على فريق المريخ من الاول خالص. لو مش بيحضر ويلعب الكره طويله، وده اعتقد ان ده هيحصل، المريخ مش من الفرقه بتحضر وما عندهاش امكانيات تحضر، هيلعب بالظبط يبقى مروان وتحديد جونيور ومحمد شريف، ودايما يبقى اهم حاجه في الكره الطويله الكره الثانيه اللي هي تبقى من نصيب عمرو السوليه والو ديانج، هو ده المهم. لكن انت عليهم عبء كبير جدا النهارده عمرو السوليه وليد ديانج. انا من وجهه نظري ما اعتقدش المريخ هيحضر، المريخ مش فرقه تحضير، يعني كان عادي بيتكلم عن حته تحضير واستحواذ. المريخ ما عندوش الملكه دي، بس هي كلمه تحضير واستحواذ دي كلمه مش بتقال وخلاص. انت ايه امكانياتك، انت عندك امكانيات، فاعتقد المريخ مش من النوعيه دي، هو هيلعب كور طويله وهيلعب على الكره الثانيه ويعمل يحاول يضغط على النادي الاهلي من التلت، هو هيختصر الملعب كله ايمن في التلت الاخير للنادي الاهلي. عشان كده بقول لك النهارده هيعمل كور طوليه بالظبط، وهيبقى عايز يضغط النادي الاهلي في نص ملعبه. عشان كده بقول لك النهارده عمرو السوليه وقالوا ديانج النهارده عليهم مهمه كبيره جدا، ودايما القطع والكره الثانيه. بعد كده هيجي الدور الاهم لمحمد مجدي، لانك فريق المريخ لما بيهاجم انت عندك الفرق زي المريخ يا ايمن احسن وقت لها تهاجمها او ممكن تحرز اهداف وهم بيهاجموا عليك. دي دايما هتلاقي عندك في اخطاء دفاعيه، الوقفه بتبقى غلط، لكن هي عايزه دايما يقول ايه اللعيب صاحب التمريره الحاسمه اللي عند محمد مجدي، استغلال جونيور، استغلال محمد شريف وسرعات محمد شريف وجونيور، وطبعا تحركات مروان، والاثنين جونيور ومحمد شريف عندهم الميزه اللي بيلعب عليها الوقت مستر موسيماني، اللي هم الاثنين عندهم اللي هم ممكن باثنين راس حرب كملوا مظبوط. ولو احنا لو انت رجعت في اخر مباراه اما عملنا احصائيه على كره عرضيه لعيب النادي الاهلي، طول المباراه لعب 3 كور عرضيات مظبوط، دليل ان هو ما كانش مهتم بالاطراف خالص، وده ما كان مهتم براس حربه، وراس حربه اللي بيكمل وراه او الراجل على الشاشه اهو معانا سمير على طول. بص هو بيتكلم على التكمله بقى، هي دي تكمله كده، جونيور ورا مروان ومحمد شريف، هم الاثنين عندهم
الحته دي بيعملوها كويس قوي وعندهم ميزه مهاراتهم كويسه قوي وعندهم ميزه كمان بيعرفوا يجيبوا اهداف. عشان كده لازم يستغل مروان اللي هو راس الحربه يعني الثاني اللي هو جاي من دايما جاي مش شايف كويس قوي. يعني انا ممكن استغنى على الاطراف مش هتفيدني بحاجه صحيح، لكن انا عندي دايما الاهم انا بروح على الاطراف. ممكن نشوف التواجد دوت بالشكل دوت جوه الملعب كتير هتشوفه كتير ده هتشوفه كتير جدا كمان، عشان النهارده عندك ايمن اشرف هيكملك ناحيه الشمال كويس، عندك محمد هاني، لكن كل ده حلو قوي. اللي هيخلي بقى الشكل كمان كويس قوي ايمن ايه؟ ديانج وعمرو السوليه يضموا كلهم اللعب كله كتله واحده بالظبط. يعني المساحات تبقى قريبه بالظبط. انت لما بتبقى مساحاتك قريبه والخطوط عندك قريبه انت بتبقى التحكم بتاعك في المباراه انت اللي بتدير كل المباراه. عشان خطوطك قريبه لعيبتك عندهم التسليم والاستلام ما شاء الله كويس جدا، المهاره عندهم طبعا انت مهاريا احسن، وده بقول لك انت هتدور في الاخر على اخر تلت الملعب اللي هو مهمه محمد مجدي. يعني محمد مجدي النهارده انا مش عايز اشوفه كراس حربه كتير. أيوه. انا عايز اشوف هو اللي هيلعب التمرير الحاسمه، لانك كويس. انت عندك ثلاثه بيروحوا جول كويس قوي سرعة قوي بيعرفوا يحرزوا اهداف. يعني عندك محمد شريف وجونو اجاي الموضوع عندهم سهل جدا. هل افشه هيبقى ليه دور في نص الملعب النادي الاهلي الدفاعي؟ لا دفاعي، لا دفاعي زي ما بقول لك انا ديانج والسوليه وافشه هو دايما اللي بياخد الكره الثانيه اللي هو يعني عارف ايه هو اللي هيبقى مسؤول عن الحته الهجوميه. لكن هو اللي هيستلم هو دايما هيبقى اقرب واحد لديانج والسوليه ده لازم ده اكيد. لان يعني محمد مجدي مستر مسلمان عنده مديله حريه يتحرك في كل الملعب بالعرض بالطول زي ما يروح محمد مجدي. عشان كده بقى هو دايما لوحده. انك تلاقي محمد مجدي في طريقه اللعب دي بتبقى صعب. طريقه اللعب هي مش جديده على فكره، هي بس كل اللي فيها ان انت ضامم الاجنحه كراسين حربه تحت مروان. فعشان كده محمد مجدي عنده يعني محمد مجدي ممكن تلاقيه النهارده ناحيه اليمين، ممكن تلاقيه شمال، ممكن تلاقيه تحت مروان. لكن هو دايما خطورته في حته القلب. يعني محمد مجدي كل خطورته في حته القلب المساحات. محمد مجدي عنده ميزه لما يكون في عنده مساحه بيعرف يتحرك كويس قوي، عنده التمريره الاخيره اللي انت دايما بتشتغل عليها بتبقى حاسمه جدا. بالشكل ده اعتقد النادي الاهلي هيبقى عنده ان شاء الله فرص كتير جدا ممكن يحسم اللقاء من بدري كمان باذن الله رب العالمين. طيب نروح دلوقتي لتقرير المباراه نشوفه مع بعض وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. يستضيف ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم في 13 اليوم السبت قمة مصرية سودانية بمواجهة قوية تجمع الأهلي والمريخ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية لتأكيد صعوده إلى دور الثمانية الإفريقي. يخوض المارد الأحمر موقعة الجوهرة الزرقاء رافعا شعار الفوز حتى يضيف لرصيده 3 نقاط جديدة تساهم في صعوده لدور الثمانية وتمهد لصدارة المجموعة الأولى عند مواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الأخيرة في 9 أبريل باستاد القاهرة، حيث يتصدر الفريق التنزاني المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه المارد الأحمر برصيد 7 نقاط، وفي المركز الثالث فيتا كلاب الكونغولي ب4 نقاط، بينما يحتل المريخ المركز الرابع بنقطة واحدة، وتعتبر فرصته صعبة للغاية رغم أنها ما زالت قائمة على الورق ولكنها تعتمد على نتائج الآخرين. وحرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تحفيز لاعبيه ورفع روحهم المعنوية من أجل تحقيق أداء قوي في مباراة اليوم وتقديم مستوى يليق بالمارد الأحمر الذي يسعى للوصول لمنصة التتويج والحفاظ على اللقب الإفريقي وليس مجرد الصعود للدور التالي، مستغلا حالة اللاعبين الجيدة التي ظهروا عليها في مباراة فيتا كلاب الكونغولي والتي حسمها الأهلي بثلاثية نظيفة في عقر دار الفريق الكونغولي. وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التحلي بالهدوء والتركيز الشديد وعدم ترك الحرية للاعبي الفريق المنافس في التحرك وتشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، مع ضرورة استثمار الفرص أمام مرمى الفريق السوداني. في المقابل يسعى فريق المريخ السوداني لتقديم أداء قوي في مباراة اليوم
تحت قيادة الإنجليزي لي كلارك، ورغم صعوبة موقفه في الصعود إلى دور الثمانية لكنه يطمح في الظهور بشكل مغاير عن المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، لا سيما بعد تغير الإدارة الفنية للفريق السوداني برحيل التونسي نصر الدين النابي وتولي كلارك المهمة بدلا عنه. كابتن اسامة، الكابتن علاء يمكن نتكلم على دور عمرو السولية وقفشة وأليو ديانج ماتش النهارده، وقال ان هو هيبقى عليهم عبء كبير جدا النهارده. عايز اتكلم على خط الدفاع ودوره في ماتش النهارده، سواء من النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه. احنا الماتش اللي فات بتاع فيتا يمكن التواجد بصفه هجوميه من الطرفين ما كانش عالي قوي. مظبوط، هو كان الماتش اللي فات بيلعب محمد هاني وبيكم ناحيه الشمال. طيب. وبيكم احنا عارفين ان هو اصلا قلب دفاع واحيانا بيلعب زي ايمن ونص ملعب ديفندر، يعني الباك الشمال لعبها طبعا في مع دجله، ولكن مش عدد كبير من المباريات ومش عدلته قوي. هو كان بيلعب متمركز كسردباك ثالث في الجنب دوت، وطلوعه كان محدود جدا. مزبوط. في النواحي الهجوميه حتى في ناس بتبقى ما بتلعبش برجليها الشمال في الجانب اليمين، شفنا طبعا ربيع ياسين اشهر واحد لعب في الحته دي. طبعا ناس كتير، بس انا بقول لك يعني بس عنده العدله، بيعرف يعمل كروس برجله الشمال، بيعرف يعدي بالشمال، لكن بيكم اقرب للقلب الدفاع اللي بيلعب ناحيه الشمال، عشان كده كان طلوعه قليل، واحنا يمكن قلنا قبل الماتش ان طلوعه مش هيبقى كتير. نفس الشيء هاني، بس هاني واضح برضو انه مستر موسيماني كان مدي تعليمات، لان فرقه فيتا القلبين الدفاع بتاعهم في لخبطه كبيره جدا. كان تمريرات كلها كتيره قوي في العمق على طول، يعني شفنا الموضوع ده كتير، ولذلك كان التقدم بتاع هاني وبيكم قليل جدا. يعني كانوا بيلعبوا يعني متمركزين كاثنين مدافعين، وطلوع على فترات متباعده قوي، لكن كل التركيز كان التمريرات في العمق من قفشه، من السوليه، من ديانج، حتى من الناس اللي ورا على طول لمحمد شريف او لمروان او لاجايه. حتى الاهداف اللي جت بهذا الشكل، التمريرات كانت كتيره في العمق طويل. حتى مستر موسيماني لما جه في المؤتمر الصحفي قال كده، ان احنا لعبنا كرات كتيره طويله على طول في العمق، لان هم شايفين في خلل كبير في مباراه فيتا. كويس. فاعتقد النهارده ممكن يتبع نفس الاسلوب، خاصه لو فريق المدرب لي كلارك لعب بنفس اللي انت بتقوله، انه عايز يهاجم قوي عشان يكسب. ايوه، خلي بالك مش شرط كل مره انا عشان اكسب لازم اهاجم قوي. ايوه، ما هو كل فرقه لازم يبقى ليها قدرات. انا لما اكون فرقه كبيره انا بهاجم وعندي قدرات دفاعيه كويسه، بعرف ارتداد عندي سريع، بعرف اتمركز كويس، ماشي كويس. لكن لما انا اكون اقل بوضوح في الفتره ديت، مش شرط ان انا افضل فاتح خطوطي وهاجم على طول عشان اقول انا عايز اكسب. بس انا ما عنديش غير امل واحد بلعب عليه، ماشي، فلازم اخد المخاطره دي من بدايه المباراه. لا مش شرط. لو انا الفرق مستوى كبير كده وعندي مشاكل كتيره في النواحي الخلفيه، الدفاع ورا في لخبطه كتير، ووقفات كتيره مش مظبوطه، والتغطيات العكسيه من الباكين مش مظبوطه، وتغطيه الاوفسايد تلاقي واحد مغطي وثلاثه طالعين، تنظيم دفاع مش كويس. بالعكس، لازم ابقى مقفل خطوطي وبلعب بتحفظ وبلعب على هجمه مرتده، لان انا المستوى كبير بيني وبين انا. بالعكس، انا اتمنى انا كاسامه مفتاح لما العب مع فرقه زي المريخ في ظروفها دلوقتي. انا مش بتكلم مريخ في الايام القويه بتاعته، في ظروفها دي انا اتمنى انه يهاجم ويسيب مساحات ورا زي فيتا كلاب. اي تمريره هتبقى طويله في العمق لمروان، لاجاييه، لشريف، لقفشه احيانا زي الجمال جاب الجون الثاني، هتلاقي خطوره كبيره قوي. أيوة. فدي نقطه. لكن انا بتكلم على الخط الخلفي اللي انت قلت عليه، فعلا كان التقدم من بيكم وهاني قليل. فانا بقول لك لو ممكن برضو نفس الشيء مستر موسيماني يتبعه، لو لقى انه المريخ بيهاجم قوي زي ما انت بتقول،
او زي ما انت متوقع وخطوطه مفتوحه قوي، ممكن على طول تمريرات قصيره على طول في العمق على طول، يعني من اقصر طريق لانه هيحصل مشاكل كتيره جدا عندهم. طب هو كابتن علاء اتكلم على ان النادي الاهلي لازم يلعب ضاغط قدام، ماشي، فبنتكلم على دور الاربعه بتوع خط الظهر. هل دول هيكونوا مثلا عند دايره السنتر ونضغط كلنا مع بعض ويبقى الخطوط متقاربه؟ ما هو نمره واحد في الضغط في اي مساحه من الملعب لازم تبقى الخطوط متقاربه جدا كويس، فانت لما بتضغط من قدام قوي يبقى لازم كل الخطوط زي ما علاء قال انه لازم كل الخطوط تتقارب، لا يبقى كويس. لازم السولية وقفشة يبقوا متقدمين بعد الدائرة من النص ملعب المريخ، ولازم الرباعي خط الظهر يطلع لنص الملعب او تحت نص الملعب بحاجة بسيطة، لانه عشان يبقوا كتلة واحدة قريبة عشان الضغط ينجح. ما هو لو شريف ضغط من قدام ومروان ضغط من قدام وجونيور اجي ضغط من قدام او قفشة وبعدين بدر بانون وياسر ابراهيم تحت الدائرة بتاعت نص ملعبنا مساحات وتحت اهو هيبقى في مساحات سهل قوي يتحرك فيها لعيبه المريخ، فعشان الضغط يكمل طالما انت بتضغط من قدام قوي لازم الخطوط كلها تتقارب عشان لحظه الضغط يبقى حتى لو حد فلت يبقى الخطوط قريبه يقدر يقطع الكره تاني بسرعه اللي هم الخط الخلفي بس. لكن اعتقد برضو النهارده شويه هاني هيبقى عنده تقدم، ايمن اشرف ممكن لانه كمان اشول وكده، لانه زي ما انت بتلعب في العمق برضو في مروان بيلعب بدماغه كويس، جونور اجاي احيانا، محمد شريف، فلازم برضو نستفاد من الكرات العرضيه غير العمق بس. طيب كابتن عادل، الكابتن اسامه اتكلم على نقطه يا وجهه نظر، هو انا ممكن اكون ليا وجهه نظر ثانيه، ان انا شايف من قبل المباراه ان نادي المريخ ما عندوش حلول غير انه يهاجمني من بدايه المباراه ويلعب لعب مفتوح كويس. مستر موسيماني في ضوء التشكيل اللي هو محطوط دلوقتي يتعامل ازاي مع النقطه ديت لو هم ابتدوا من بدايه المباراه فعلا يلعبوا كده ويحاولوا يضغطوك من قدام ويلعبوا كور طويله زي ما قال الكابتن علاء؟ مستر موسيماني هل هيلعب بهدوء واتزان شويه في بدايه المباراه، ولا هو كمان هيفاجئ المريخ زي ما فاجئنا قبل كده في ماتش الوداد وماتش فيتا كلاب بانه يهاجم من بدايه المباراه؟ وفي نفس الوقت عايزك تكلمني عن الدور الهجومي والدفاعي لجونيور اجايي ومحمد شريف النهارده. طيب هو احنا برضو عايزين نبقى نحط خطه ثانيه اللي موجود 4 2 3 1 كويس، وارد جدا انك تبدا اللقاء ب 4 4 2 كلاسيك بمروان ومحمد شريف راسين وارد حرب. وارد، وممكن يبقى قفش ناحيه اليمين اللي اتعملت كتير في ماتش فيتا صح، 3 ارباع المباراه او 90% المباراه اتعملت كده، قفش ناحيه اليمين، جونيور ناحيه الشمال، ومروان وشريف دخل. وانا شايف ان ده مكسب ان انت طبقت طريقه جديده بنفس الاشخاص بس بمهام مختلفه. بمهام ان قفشه طول الوقت بيدافع في نص الملعب واستلاماته كلها في نص الملعب. مباراه فيتا كان مختلف، قفشه كان بيشتغل ناحيه اليمين في الحته الدفاعيه وبينزل مروان ومحمد شريف على دايره السنتر او على يعني في الزون اللي هو عامله بيضغط بيهم، ممكن اطلع اضغط برباعي ومكمل معاهم ديانجا او السوليه، وممكن اشتغل بيهم زون برده بان انا بخبي الديفندرين اللي موجودين لفرقه المريخ بالاثنين راس حرب، ان انت تقطع طول الوقت خط الباص اللي بيوصل للديفندرين لو انت كمان انت ناقصت واحد في نص الملعب فبتلعب بوينجين وراسين حرب. ومروان دفاعيا ذكي، مروان من احسن الفراوده اللي في مصر، بيعرف يدافع كويس، بيعرف يتمركز كويس. كويس. وكمان ما خسرش محمد شريف لو انا لعبت وينجين، انا شايف ان هو كان بيجربها لان هو يلعب بشكل هجومي اكتر، ودي حاجه كويسه، قربت محمد شريف للمنطقه اللي هو بيحبها اللي هي ال 40 50 متر اللي في عمق الملعب اللي بيشتغل فيها كويس. محمد شريف كان بيشتغل قبل كده جناح، ولكن دلوقتي هو احسن اماكن ليه بيأدي فيها هو راس حرب. كويس. فوارد جدا انك تبدا اللقاء ب 4 4 2 ومش هتبقى مفاجاه لان هي اتعملت في مباراه فيتا، واتعملت كويس جدا. كويس. كابتن علاء قال نقطه كويسه جدا ودي بانت في مباراه الفيتا، ان قفشه مش هو اللي ياخد في مساحات، انت عندك النهارده عندك 3 لعيبه بيلعبوا في مساحه بشكل كويس جدا، مروان، محمد شريف، واجاييه، معاهم واحد ثالث انت مش المفروض تخسره في ان هو اللي يبقى هو اللي فوق، يبقى هو اللي ياخد في مساحه. في مباراه فيتا مين اللي كان بياخد في مساحات؟ شريف، اجاييه، مروان، كويس. حتى الكره اللي كمل فيها قفشه هو كمل فيها من ناحيه اليمين، اتلعبت له من السوليه، اتلعبت له وهو كان من ناحيه اليمين وراح في المنطقه دي وكانت جوه الملعب. فهي المباراه الشكل يبدو ان هو 4 4 2، ولكن هو وانت بتشتغل بتلعب 4 2
وقفشه واجاييه من جوه الملعب اثنين وقدامهم كمان اثنين. النقطه دي هتساعدك جدا في العرضيات. فرقه المريخ سيئه جدا في العرضيات، من اقل فرق المجموعه في الشغل في العرضيات. ولو جيت شفت المباراه الاولانيه او مباراه سيمبا 3-0 هتلاقي ان كل الاهداف وكل الفرص الخطره كانت في العرضيات. ونقطه ثانيه برضو اتكلموا عليها الكباتن، الحاجات اللي في ظهر الديفنس. الحاجات اللي في ظهر الديفنس دي وارد انها تبقى موجوده، ان فرقه المريخ طبيعي بتلعب على ملعبك عايز تكسب، حتى لو انت مش يعني عايز تلعب على تعادل طبيعي، وانت بتحضر هتسيب مساحات، لو هتحضر او تلعب طويل هتسيب مساحات في الخطر. طبعا فالمساحات دي هتبقى مناسبه جدا لمحمد شريف. كويس، ولازم تستغل محمد شريف كويس جدا. محمد شريف بدا يروح، شايف من اللعيبه اللي اتطورت جدا، بقى يلعب بقى في ليفل مختلف عما قبل. بيعرف يشتغل في التلت الاخير كويس جدا، بيعرف يستلم كويس جدا. صحيح. فالنهارده نقطه ضعف فرقه المريخ في حاجتين، في العرضيات زي ما اتفقنا عليها، وصعب جدا انت في تلعب خارج ملعبك يبقى فيه عرضيات كتير. برضو كابتن علي اتكلم فيها الثلاث المباريات اللي فاتت، الاهلي اشتغل ثلاث عرضيات بس عشان هو كان بيلعب بره ملعبه، كان موجود في نص ملعبنا على طول وبنشتغل فيه مساحات نقدر نشتغل فيها. طيب بالاسلوب اللي انت بتقوله يا كابتن عادل، دور محمد هاني بقى في الـ في الـ في الجزء دوت وايمن اشرف، يعني انت قلت لي ممكن تشوف محمد مجدي قفشه ناحيه اليمين وهيبقى متواجد، هيبقى نص الملعب في الجزء دوت عمرو السوليه واليو ديانج هيطلعوا هيتقدموا ويمسكوا نص الملعب زي ما الكابتن علاء قال. طيب هل محمد هاني وايمن اشرف هيفضلوا ورا مع خط الدفاع ولا هيضموا على عمرو السوليه واليو ديانج؟ موجودين في في التكمله الهجوميه. ايوه في التكمله الهجوميه انت عندك واحد ايمن اشرف، الصفات الدفاعيه اكتر تغلب على الصفات الهجوميه طبعا. فده شويه هيساعد جونيور ويساعد قفشه ويساعد الناس اللي موجوده فوق، ان عندك حد ثابت كويس، كانك بتلعب باربعه ثابتين انت. كويس. مش طول الوقت هم مزبوط. لازم يكملوا مظبوط. هاني مختلف شويه، هاني عنده نزعه الهجوميه مختلفه شويه عن ايمن، ولكن اعتقد هتبقى بحساب. ومهم جدا لما يكون عندي بلعب بالشكل ده، انا النهارده بلعب باربعه مش هقول شبه طايرين ولكن اربعه يعني ممكن يكون بالشكل اللي على الشاشه ده مثلا يا كابتن، يعني اي هاني تقدم قدام، انت بتقول ايمن اشرف هنقدم ايمن اشرف برضه ورا ما يبقاش ورا ياسر وبدر طبعا، ايمن لا مش هيكمل لحد هنا، ده قصدك كابتن عادل، ده هيكون ليه دور دفاعي اكتر من الهجوم. هو طبيعي في اي خطه مباراه ما ينفعش عندي باكين طايرين وانا كمان بلعب بره ملعبي. الحاجات دي يعني بيحددها لي مين؟ الاربعه اللي فوق، الرباعي اللي موجود فوق، الرباعي اللي موجود كلهم عندهم صفات هجوميه. اجاييه في طبيعته اصلا فيرود، بيلعب فيرود وبيلعب بجناح. مروان ومحمد شريف نفس الشيء، وقفشه، قفشه برده دفاعيا مش احسن حاجه، فبالتالي لما يكون عندي الرباعي ده وانا مديهم حريه لازم اوقف الباكات بتاعتي، او على الاقل اللي هيتقدم هيتقدم بالكوره، هيتقدم عشان يعمل باص كويس، هتقدم يعني مسانده، ولكن مش طول الوقت هو في التلت الاخير. كويس. وده مهم جدا، لان انا ده لو مستر موسيماني هيلعب بالاربعه فده مهم جدا، ان الباكين لازم يبقوا واقفين بشكل جيد، والتقدم يتقدم يبقى يعني على استحياء، في ان انا محتاج هطلع كوره ارفع كروس وارجع، او كوره هعمل مسانده مع قفشه، هعمل مسانده مع شريف، هعمل مسانده مع اجاييه، ايا كان، وارجع مكاني تاني. ولكن كويس. الطبيعي ان انا لو انا لعبت ب 4 4 2 الباكات بيبقى شويه دورهم دفاعي اكتر، بالذات بره ملعبي. النقطه خلينا برضو نتفق ان النقطه جيده، برافو عليك، برافو. ممكن تدخلني في في, في 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 مكان كويس طبعا. فدي حاجات من حاجه من الحاجات يعني النقطه ممكن تحسم النهارده، بس انت مرتبط بنتيجه سيمبا وال بالظبط، انت بتلعب على حاجه ثانيه، بتلعب على المركز الاول، ولكن أيوة. برضو في نفس الشيء نفس الوقت لازم برضو ابقى موازن الامور بشكل مزبوط. جيد مظبوط. طيب نروح نشوف كابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي قال ايه في المؤتمر الخاص بالمباراه. طبعا زي ما الكوتش قال ان المباراه تبقى صعبه من الفرقتين، بين الاهلي وبين المريخ. طبعا احنا عارفين نادي المريخ نادي طبعا دي شعبيه كبيره هنا في السودان، واحنا عارفين ان هو الفرق القويه هنا في السودان، واحنا عاملين احترام ليهم كويس جدا. احنا كنادي الاهلي وكلاعيبه جايين هنا للفوز، احنا مش جايين حتى احنا جايين هنا مثلا لنا بونت واحنا نصعد، بس احنا على طول النادي الاهلي دايما بيلعب على الفوز وبيلعب على اللقب على طول ان هو يطلع اول مجموعه. طبعا احنا محترمينهم كويس جدا، والفتره اللي فاتت دي احنا اشتغلنا على الفرقه، ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونرجع بالفوز ان شاء الله، واحنا عاملين لهم يعني استعداد كويس وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. اولا طبعا الشعب السوداني احنا يعني بينا وبينه يعني زي احنا يعني زي بعض، يعني ايه محبين لبعض وقريبين من بعض، يعني مفيش مشكله خالص، واحنا
مفيش كلام ده خالص. الشعب السوداني كل اللي احترامه وكله، ما احنا بنيجي هنا بنلعب احنا مبسوطين. يعني الماتش اللي فات بتاع الهلال لما كنا موجودين كنا مبسوطين جدا بالجمهور اللي كان موجود، وحاجه تسعدنا النادي الاهلي يكون موجود هنا على طول في بلدنا الثانيه السودان. واحنا لا طبعا يعني مفيش كلام ده خالص، احنا بنبقى سعداء بنبقى موجودين هنا. طبعا فريق الهلال وفريق المريخ اكبر ناديين في السودان، احنا بنبقى بنكون مبسوطين ان احنا موجودين. احنا جايين بس المهمه، احنا المهمه اللي عندنا دلوقتي اللي احنا نفكر في ماتش بكره ونطلع بمكاسب بتاعتنا اللي احنا جايين. الهدف بتاعنا المكسب ان شاء الله، عشان ماتش الاخراني سيمبا اللي احنا نكسبه ان شاء الله نطلع اول مجموعه، ده الهدف بتاعنا. وفيش بينا وبين شعب السودان خالص، احنا شعب مع المصري وشعب السوداني احنا اشقاء مع بعض، مفيش اي مشاكل خالص. يعني الدوافع موجوده على طول، ده سيستم عندنا في النادي الاهلي، احنا على طول بنلعب على اي بطوله احنا بنفكر على طول المركز الاول، ما بنفكرش في المركز الثاني. بالنسبه لنا المركز الثاني ده بالنسبه لنا يبقى الاخير بالظبط، يعني احنا الدوافع اللي عندنا هو المركز الاول دايما، واللعيبه كلها عارفه الكلام ده، وده الشغل اللي احنا مش ده السيستم اللي احنا ماشيين عليه. والهدف بتاعنا بكره ان شاء الله هو المكسب، وعلى طول ده الدوافع اللي عندنا على طول المكسب. واحنا عندنا مهمه بكره وربنا يكرمنا، اهم حاجه المباراه تطلع اللعيبه كلها تطلع سلام، ويكون مباراه قويه بين الفرقتين، وان شاء الله ربنا يرجعنا بالمكسب ان شاء الله. ده هدفنا على طول. لسه كنت بقول السؤال اللي قبليك على طول، احنا بنقول احنا بالنسبه لنا رقم واحد على طول نفكر فيه، المركز الثاني بالنسبه لنا الاخير. وبصراحه انا بتفائل على طول، لما السنه اللي فاتت احنا جينا لعبنا الهلال هنا اتفائلت، السنه دي اللي احنا هنلعب النهارده برضو مع بكره مع المريخ التفاؤل ان احنا نكون في السودان ونطلع بنتيجه كويسه ونصعد. خدنا البطوله اللي فاتت من هنا، الماتش كان صعب جدا هنا اللي كان هنا، واحنا كان بالنسبه لنا كنا لازم نتعادل عشان نصعد، وانا ان شاء الله متفائل ان احنا ناخدها السنه دي ان شاء الله. طيب كابتن شريف، جالنا تشكيل نادي المريخ السوداني دلوقتي على الورق 4-2-3-1، هنقوله برضو. محمد مصطفى في حراسه المرمى، محمد آل مصطفى على الاطراف، بخيت خميس وعبد الرحمن كرونجو، قلبي الدفاع احمد موسى تميش وصلاح نمر، الاثنين اللي قدامهم وسط دفاعي ضياء الدين محجوب ومحمد الرشيد، ثلاثه ثلاثي الوسط الهجومي توني ادجومار وادجومارجوي والسماني الصاوي، وفي القلب في وسطهم رمضان عجب، وقدام مهاجم صريح سيف تيري، وده قلنا لحضراتكم ان ده اللي جاب الهدف الاول لمنتخب السودان في جنوب افريقيا. نقولها تاني، محمد المصطفى، خيط خميس وعبد الرحمن كورونجو على الاطراف، احمد موسى تميش وصلاح نمر في القلب، وسط دفاعي ضياء الدين محجوب ومحمد الرشيد، ثلاثي الهجومي او ثلاثي الوسط اللي قدام توني الجماريجوي والسماني الصاوي على الاطراف، رمضان عجب في النص، ومهاجم صريح سيف تيري. كابتن شريف، بالنسبه لتشكيل المريخ السوداني مباراه اليوم مقارنه بمباراه سيمبا التنزاني اللي هي كانت اخر مباراه ليهم على ارضهم وتعادلوا مع سيمبا التنزاني، شايفين تغييرات كتير جدا جدا جدا، يمكن اكتر من نص الفريق متغير. شكل الفريق كله ما يمكن فيه 2-3 لعيبه بس اللي احنا يمكن شفناهم في القاهره هنا، سيف تيري وضياء الدين محجوب، ويمكن عندنا هنا بيلعب في نص ملعب، اما جه مصر هنا كان بيلعب في عمق الدفاعي. ف ده شكل مدرب جديد بقى، يعني مدرب شايف لعيبه كتير، وهل لعب بيهم المباراه اللي فاتت؟ يمكن رؤيه التغيير بالنسبه له او الاسلوب اللي هيشتغل بيه، هو شايف مغير عن ماتش سيمبا. ده هو ده انا بقول لك، هو مغير الاخير ده كل يوم بيغير. الاخير ده مغير عن ماتش سيمبا، يعني اخر حاجه لعبها سيمبا هو مغير النهارده كمان زياده عنه. هو في حاله بقى بنشوفها في المدربين دايما، بيبحثوا دايما عن الافضل. ف ده من وجهه نظره هو، ازاي عايز يقابل النادي الاهلي النهارده، عايز ايه من المباراه، شايف ان المجموعه دي هي الانسب بالنسبه له يعني. واكيد الاسماء اللي احنا ما شفناهاش قبل كده، اللي شفناها قبل كده اكيد هيبقوا على دكه الاحتياطي معاهم، بيحاولوا يعملوا دعم او مسانده يعني. هو الـ 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 الموضوع كله بالنسبه للفرقتين الحقيقه، موضوع الثقه في النفس في اللعيب، انه بيمسك الكوره بيبقى واثق في نفسه يقدر يعمل ايه النهارده، روح الفرقه شكلها عايز يعمل ايه، فرقه ما بتلعب في بيتها وفي مكانها وفي وسط جماهيرها وفي وسط ارضها، وكان بيبقى عندها
بعض الامتيازات يعني الامتيازات بأي لعيبة بتبقى موجودة، خاصة اللي بيبقوا زي ما هو مغير كده في الفرقة كلها، بكل واحد عايز يقفش في سوق فرصة بالنسبة له قدام مدرب جديد. كلنا لما كان بيجينا مدرب جديد تحس ان احنا بقينا دبل، دبل الجري، دبل الانتاج، دبل المحاولات. ف الحياة مشروعة بالنسبة للمدرب وبالنسبة للعيبة دي ان هي يثبتوا نفسهم النهارده في السودان قدام النادي الاهلي. ولكن في لعيبة بتبقى موجودة بالنسبة لك بتعمل سبورت في الملعب للعيبة تانية. في فرق من ان انا اعمل سبورت ومساندة في الملعب زي تغيير الفريق واقول هنا الباك ليفت ده هيبقى هنا بيساند، بتفرق كتير قوي ايمن في الكورة انك انت تطلب الكورة او تبقى عايز تنجز حاجة النهاردة. فاحنا مش هنقدر نتكلم على فرقة التغيير اللي حصلت في فرقة المريخ النهاردة الا بعد ما نشوفه في اول هاف تايم ونقول التغييرات دي فعلا كانت فعليه او زي ما احنا كباتن اتكلموا على الحاله الدفاعيه بتاعتهم ان هم بيبقوا واقفين ضامنين لجوه او ما فيش حاله استقرار على الاطراف. بالنسبه للباك ليفت والباك رايت تحس دايما ان انت عندك مساحات تقدر تضربهم بباص واحد من قفشه او من اي حد بيبقى داخل على المنطقه بتاعتهم. التفكير بتاعهم هيبقى تفكير هجومي اكتر عشان بيلعبوا على ارضهم النهارده. فهل اللعيبه دي كلها هو ده الشكل الامثل بالنسبه للمدرب اللي بيتمناه بالنسبه للمريخ النهارده؟ انا ما اقدرش اتكلم في اي حاجه دلوقتي لما اشوف اول 45 دقيقه واشوف حاله التغيير اللي كانت موجوده عندي هنا في مصر. يعني هم في مصر هنا هجموا عليا اخر ربع ساعه، كان عندهم حاله تحرر وكانوا هددوا فرقتنا وكانوا هيجيبوا جون او اتنين. فعندهم اطوال، عندهم مساحات يجروا فيها، مميزين برضو بالسرعات في الكرات الثابته، ومميزين الاطوال الكرات العاليه ان هم بيطلعوا وبيعملوا شكل البعض ان هم في واحد بيطلع القريبه والتاني بيبقى جاي. وعندهم روح جامده جدا، هم طول عمر فرقه السودان بتلعب روح جامده. الفنيات بقى بتاعتهم ازاي تناولوا الكوره، ازاي ينفذوا الهجمه، ازاي يخلصوا جول او يعملوا، اعتقد ان هم في حاله تكوين للفريق بشكل افضل باذن الله. ويجوز يكون الشكل ده هم احسن الناس اللي وصلوا لهم الفتره دي. كابتن علاء، اتكلمنا على التغيير الغريب او التغييرات الكتيره في فرقه المريخ. هنتكلم على الافراد. انا يعني الماتش سيمبا تقريبا رباعي خط الظهر متغير بالكامل، مرحل منه بس ضياء محجوب حطه في نص الملعب كويس، ثلاثي الوسط الامامي متغير بالكامل ورحل سيفتيري حطه راس حربة او مهاجم صريح. هل التغييرات الكتير دي بتؤثر على انسجام الفريق ولا دي ممكن تدي قوة للفريق؟ هو واضح ان مدير فني بيدور على الشكل الامثل لفرقته. اي مدير فني دايما بيجي خصوصا في ظروف المريخ هو بيدور ازاي من وجهة نظره، هو ساب اول مباراة تاني مباراة على تشكيل، لان ما فيش مدير فني بيجي دايما بيمسك فريق يروح مغير كل مره، استحاله طبعا ما بتحصلش. لكن هو بيستشف الامور، بيشوف انا عايز اوصل لايه، العناصر بتلعب دي مين، طب هو في حد احسن. هو من وجهه نظره ان العناصر اللي النهارده موجوده دي اكتر عناصر هتنفذ التفكير اللي عنده. لان هو مش يعني هو مش ساحر، مش في يوم وليله يغير فرقه المريخ، اكيد لا طبعا يعني. لكن كل فتره يعني متاكد النهارده هتلاقي الشكل الدفاع او التمركز الدفاع اللي كان بيتكلم عليه اسامه عرابي احسن. احسن من الفترات اللي فاتت، احسن من فريق مباراه المريخ اللي كانت هنا كان بيتكلم عليها كابتن شريف دلوقتي. دايما يا ايمن المدير الفني بيجي كل شويه بيحاول يعمل خطوه جديده او بيحاول يصلح حاجه. هو وصل للمرحله النهارده مباراه الاهلي ان ده انسب تشكيل ممكن ينفذ اللي هو عايز يلعب بيه النهارده. من حيث الشكل الدفاعي، من حيث الشكل الهجومي، ازاي تضغط على لعيبه النادي الاهلي، طريقه لعبه ازاي. هو خلاص يعني حتى تغييرات كتير قوي انا معاك طبعا، لكن هو دي وجهه نظره. هو شايف ان دول اخضر مجموعه ممكن تنفذ النهارده التفكير بتاعه. هنشوف، بس انا متاكد منه ان فريق المريخ النهارده هتشوفه احسن من مباراه الاهلي هنا، مباراه سيمبا. اكيد. كل فتره دايما المدير الفني هيضيف حاجه جديده. وبعدين دايما المدير الفني بيجي، كابتن شريف قال كلمه كده بنقولها على طول احنا يعني بلدي شويه، كله عايز يقول انا موجود. حتى لو في مدير فني اللي قبليه مش شايف اسامه، مش شايف عادل، مش شايف علاء، لا انا موجود. دايما لعيب الكوره بيعرض نفسه، ما انا مش هشوفك غير لو انت انا اسمع عنك وشفت مثلا اكيد ماتشات، لكن اشوفك انت في الملعب انا بعرض نفسي، انا استحق العب. فواضح ان هو دي المجموعه اللي هو شايفها هتلعب النهارده. كويس. الحاجه كمان النهارده اللي مضمونه مليون في الميه، تلاقي النهارده كميه جري وكميه روح طبعا مش طبيعيه فريق المريخ. طبعا يعني
النهايه اللي نهى بيها مباراه القاهره ممكن يبدا النهارده ان هو ممكن يعني ممكن يضايقك في الاول على فكره، ممكن يديك احساس ان هو طمعان فيك من الاول، يضغط عليك في اول 10 ربع ساعه وبعدين يرجع يلعب تاني اذا كان يلعب زون او حاجه. لكن هي ال- 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 البدايه صعبه، بدايه صعبه. انت ازاي تسيطر على المباراه؟ كل مدير فني هو عايز يبقى هو الفاعل، انا عايز ابدا، عايز افرض اسلوبي. النادي الاهلي عمر ما حد فرض عليه اسلوبه، وعشان كده دايما النادي الاهلي متميز قوي. بنزل انا بفرض اسلوبي وطريقتي، حتى لو اتضغطت مثلا 10 دقائق ربع ساعه، لكن في الاخر بهدى، ببدا شكلي انا اللي يبان. عشان كده هي بتبقى يعني عارف مباراه جوه مباراه، مدير فني ومدير فني، كل واحد بيحاول يسيطر على الملعب بالعناصر اللي اختارها هو. طيب كابو اسامه، احنا التشكيل قدامنا اهو، وانا عايز اشوف بقى رؤيتك الفنيه لفرقه المريخ من خلال التشكيل ده. يمكن شايفين ان في تغييرات كتير زي ما اتكلمت مع الكابتن علاء، ولكن ممكن يكون التغييرات الكتير ده او اللي حاططها هو الراجل في مع فرقه المريخ النهارده، تحس فعلا كده ان هو طمعان في الماتش من البدايه. في حوالي يمكن 5 أو 6 تغييرات، يعني في حوالي 5 أو 6 لعبوا قدام الاهلي وبرضه لعبوا قدام سيمبا، وفي حوالي من 5 ل 6 تغييرات بما فيهم حارس المرمى اللي هو مونجي دي. نص الفريق اكتر كمان، نص الفريق يعني موجود سيفتيري، موجود السماني الصاوي ده اللي لعب لو تفتكر الشوط الثاني في النادي الاهلي، اللي هو الاشول لعيب قوي اللي نزل وغير شكل الفرقه شويه ناحيه اليمين. ده كان هو اشول، بس هو حريف و بيلعب ناحيه الجناح اليمين كده، نزل في احرفهم على فكره. ايوه اسمه السماني الصاوي، صحيح. وفي ضياء الدين محجوب ومحمد رشيد وصلاح نمر اللي هو نمر 20، دولت واحد فيهم في قلب الدفاع، 2 في قلب الدفاع، واحد في وسط الملعب الارتكاز. فهو ممكن النهارده على فكره يلعب 3 في الخط الخلفي، لانه هو حاطط صلاح نمر ده بيلعب او نمر بيلعب اللي هو نمر 20 بيلعب ورا، وطنبش بيلعب ورا 6، وضياء الدين محجوب بيلعب ورا. يعني ممكن يكون 3-4-3، ممكن، انا بقول ممكن. لكن لو لعب بالاسلوب الطبيعي اللي هو 4-2-3-1 او 4-3-3 زي ما بعض الماتشات بيلعبها، اعتقد هو الجزء الامامي هيبقى متشكل في الخطوره بتاعت سيفتيري، وده من احسن لعيبه فيهم حتى هنا في مصر، كان واضح اللي هو راس الحربه، والسماني الصاوي ناحيه اليمين في الجناح، ورمضان عجب او توني بس الغريبه يا كابتن اسامه ان ناحيه الشمال، ان هم طبعا كان عندهم مشكله في التنظيمات الدفاعيه عندنا في ماتش الاهلي والماتشات اللي قبلها حتى اللي كانت على ارضهم. هو مغير النهارده قلبين الدفاع، يعني لاعب احمد موسى طنبش، سيبك من ماتش الاهلي اللي قبل الاخير، لا انا بتكلم على ماتش سيمبا الاخراني، هو مغير رباعي خط الظهر بالكامل. حتى طنبش وصلاح نمره وصلاح نمر ما كانوش بيلعبوا حتى ماتش سيمبا. احمد ادم لعب ماتش سيمبا النهارده بخيط خميس. ما هو صلاح نمر ده كان بيلعب ماتش الاهلي، ما احنا ما عارفش بقى ماتش سيمبا كان مصاب ولا لا، اللي هو رقم 20 سترد باك. وضياء الدين محجوب لعب ماتش سيمبا، بس هم النهارده دلوقتي في التشكيل ده محطوط في وسط الملعب، لكن هو ده على الورق هنا. على فكره هو بيلعب مساك وبيلعب في نص الملعب كمدافع. ممكن بقى يعني دي هتبان. هو بيلعب في المنتخب لنص الملعب، لعبها ولعبها بيلعب في المنتخب. هو واضح انه بيلعب ارتكاز في نص الملعب، ماشي. يعني هو في واضح انه في بعض التغييرات حوالي 5 أو 6، وده تغيير كبير. زي ما احنا بنقول انه هو بيستكشف الفرقه، بيدي دوافع جديده. لما في مدرب جديد بيجي وفي لعيبه ما بتكونش بتلعب، لما بيديها امل في اللعب ممكن بتبذل اقصى جهد ليها، بتحاول تطلع تقول انا هو بتثبت ذاتها. فممكن تكون دي وجهه نظره ان هو يستكشف كل الفرقه، وكمان يعني يحط ايده على كل مناطق القوه والضعف عندهم، وكمان بيدي فرصه لبعض العناصر، لانه هو زي ما احنا قلنا ممكن يكون امله في الوصول هو عارف انه صعب قوي، بس هو كمان بيدي حافز ودافع للعيبه اللي هو بيغيرها معنوي، ان هي تنزل تبذل اقصى جهد. واحنا كلنا مرينا بالكلام ده، لما في لعيبه بتبقى قاعده في دكه البدلاء او ما بيلعبوش، ويجي مدرب جديد ويبتدي يلعب، بتلاقي الدوافع بتزيد عندهم وبيبذل اقصى طاقه وجهد. فممكن ده يكون تفكيره. انا اتصور ان هو مش هيهاجم قوي من البدايه. انا دي وجهه نظري، تصورك هيتحفظ شويه وبعدين
يبتدي يستكشف الاهلي ويبتدي يغامر بعد كده. ايوه كابتن عادل، كان ليك تعليق على التشكيل وطريقه اللعب. انت قلت ممكن ما يلعبوش بالطريقه دي 4-2-3-1، ممكن في ارض الملعب ما تكونش هي دي الطريقه. الاهلي ولا لا؟ انا بتكلم على المريخ السوداني، انا بتكلم على المريخ وبدايته هتكون ازاي، و وكمان التغييرات اللي كابتن علاء قال عليها اكتر من 6-7 تغييرات، هو بيقول ممكن ما تاثرش على الانسجام، بالعكس ممكن تديله قوه، ممكن يكون الراجل زي ما قال الكابتن اسامه اكتشف بعض الحاجات فهو بيحاول يعدل شويه، وخصوصا ان عنده مشاكل كتير جدا في التنظيمات الدفاعيه الخلفيه اللي ورا. التغيير الكتير مع مدرب جديد احيانا بتدي مردود افضل، مردود بالذات لما يكون الفرقه مش ماشيه كويس. لما لو الفرقه ماشيه كويس وهم منسجمين والامور بتمشي في احسن حال، التغيير الكتير بيجيب نتائج عكسيه كويس. ولكن لما يكون عندي انا اخفاقات ويكون عندي يعني مثلا لما فرقه تكون مسجله هدف وداخل فيها 10 اهداف، لا لما تيجي تغير فيها كتير ممكن يديك مردود، ممكن يكون الكواليتي بتاع اللعيب اقل، بس ممكن يديك روح او يديك انضباط تكتيكي جوه الملعب كويس. يديك مردود اعلى من اللعيب الاساسي كويس. هم هيلعبوا بالطريقه دي 4-2-3-1؟ لا احنا جوه الملعب، لازم نشوف جوه الملعب كويس. لان هم في ماتشات لعبوها 4-1-4-1 وماتشات لعبت 4-2-3-1، فجوه الملعب هو اللي يبين. وبعدين كمان النهارده، انا النهارده مش هلاعب سيمبا زي ما هلاعب الاهلي في ملعبي زي ما هلاعب فيتا. الامور بتختلف شويه، ممكن يكون عامل حساب للنادي الاهلي اكتر في حاجات، ممكن يكون اتفرج على ماتش على مباراه فيتا وهيتعامل على مباراه فيتا. طب السيناريو المحتمل من وجهه نظرك للفرقتين في بدايه المباراه؟ السيناريو يعني ممكن البدايه يكون فيها ضغط للنادي الاهلي وبعد كده يتراجع شويه، يدي مش هيدي الاستحواذ، يخرج فرقه المريخ من اماكنها عشان يبدا. لو السيناريو بتاع شريف ومروان هم راسين الحربه، لو السيناريو ده، فاعتقد الاهلي هيسيب ال 40 متر ويقف عند دايره السنتر بعد الدايره بشويه 5-10 متر ويبدا يشتغل زون. ولما فرقه المريخ تبدا تشتغل بكره تحضر، ايه حتى لو المريخ مش هيحضر، ما هو لو انت طبيعي، لو انا لو فرقتين بيلعبوا وفرقه وقفت في نص الملعب طبيعي الجون هيسلم، وممكن هو كان عامل كده وعايز يضغط. ممكن إيه في مستر انه يسيب له حاجه عشان يضغط بالظبط، ابقى اقرب للجول. ما هو ده بالظبط كده. فانا بقول لك هو يسيب له، يخرجه بالكوره من مكانه ويبدا يشتغل عليه. لكن لو انت رحت وقفت لهم بدري تلعب ضغط عالي من بدري، ضغط عالي وانت مثلا في الكوره الثابته الحاجات دي، فطبيعي هتلعب طويل وهتلعب له اللعب اللي هو عايزه. اللي هو الكوره الثانيه اللي كابتن علاء اتكلمنا فيها، هتلعب على الكوره الثانيه. فاعتقد هتسيب في الكرات الثابته والكرات اللي في ايد حارس المرمى هترجع لغايه تلتين ملعب وتلعب زون عشان تبدا تشتغل على ضغط. وخد بالك برضو الضغط الافضل انك العب زون بعد كده اطلع من الضغط، مش ان انا اروح اضغط عالي من بدري. الكلام ده لو انا ما عنديش، لو عندي رصاصات حربه بيلعبوا دماغهم كويس وما عندهمش سرعات، ابدا اطلع اشتغل عالي وما عنديش مشكله، هاخد انا الكره الثانيه او انا عندي سرعات في الملعب. فالسيناريو اكتر لفرقه المريخ هيبان بين الشوطين، لان انت ما عندكش داتا كامله لفرقه المريخ للناس اللي موجوده. فده يبان نقدر نشتغل عليه بين الشوطين وبعد المباراه بالظبط. عموما كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.